السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الفل على كل الساده المشاهدين، مشاهدي شبكه تلفزيون النهار في كل مكان، حلقه جديده وثانيه هذا الاسبوع من لقائنا اخر النهار مع تامر امين، حلقه يوم الثلاث الموافق 14 ديسمبر 2021 من الميلاد. تاريخ النهارده برضو ما يتنسيش زي تاريخ الاسبوع اللي فات كده لانه النهارده عيد ميلاد بقى بنتي الثانيه، قلت لكم الاسبوع اللي فات انه كان عيد ميلاد بنتي ايه؟ الأولانية الصغيرة، النهاردة بعيد ميلاد بنتي الكبيرة. وبما إني هنيت وكعيت في الأولى لازم أهني واكوعي في الثانية فلازم نهني ونقول لها كل سنة وهي طيبة وواحد من من أحلى الأيام اللي مرت عليا في حياتي. مش النهاردة، هو النهاردة طبعاً يوم سعيد والحمد لله وكل سنة وهي طيبة وربنا يجعل أيامها فرحة. بس زي النهاردة بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر من 21 سنة. زي النهارده من 21 سنه آه بقيت اب وبقيت انسان مختلف وبقيت آه بمسؤوليات مختلفه وشعور مختلف واحساس مختلف وحاجات كتيره قوي مختلفه بقيت فعلا واحد تاني واعتقد كل واحد كان اب في اول يوم وهو حس الاحساس اللي انا حسيته وقتها انه آه ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مين ده؟ عارف مين دي؟ يعني لما الدكتوره جت سلمتني حته اللحمه الحمراء دي ايه ده دي مننا بنتي انا من صلبي انا وهتكبر وتترعرع قدامي وهتشيل اسمي وتشيل مسؤوليتي وابقى انا اشيل مسؤوليتها وابقى انا اللي مسؤول عن كل ما يخصها وانها تبقى انسان صالح في الحياه كده وبالشكل ده كان رعب الحياه كان رعب بس احساس برضو رغم المسؤوليه والرعب احساس بسعاده لا توصف حاجه كده اللي هو فعلا انت بتتحقن بماده تخليك تحب هذا الكائن الجديد اكتر من نفسك يعني الحاجه الوحيده اللي انت بتحبها فعلا اكتر من نفسك هي ولادك يعني انت بتحب والدك ووالدتك بس مش اكتر من نفسك بتحبهم جدا بس مش اكتر من نفسك بتحب مراتك طبعا بس مش اكتر من نفسك بتحب اخواتك بس مش اكتر من نفسك بتحب اصحابك ب... الكائن الوحيد اللي بتحبه فعلا اكتر من نفسك وممكن تشيل اللقمه من بقك لو انت جعان وتديها له او تتعرى عشان تغطيه او تتمنى ان هو يبقى انجح منك او 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 هو فعلا ابنك او بنتك فعلا ففي ماده غريزيه كده بنتحقن بيها يوم الولاده الاولى دي بتخليك كائن مختلف عندك عطاء وعندك تضحيه وعندك ايثار وعندك مسؤوليه وعندك حاجات كتير قوي ما كانتش موجوده ما كانتش موجوده كنت بني ادم تاني والسعاده الكبرى بقى ان انت تشوف النبته الصغيره دي بتكبر حبه حبه يوم يوم قدام عينيك ياه انا طبعا اسف ان انا بشارككم تجربتي الخاصه بس هي مش خاصه قوي لان انا بكلم حضراتكم على المفروض انها تجربه عامه كل واحد حس فيها فانا بحاول اعيشكم معايا الحاله الحلوه بتاعه كل يوم حسينا بيه واحنا اب او واحنا ام طبعا بالنسبه للستات ومش بس بكلمكم كده عشان هابي آه... بيرث داي في الشمع ووليد توفيق وبتاع الاغنيه الوحيده اللي عندنا اللي بتاعه انزل يا في الساحه لا بكلمكم عشان تظل طول الوقت اذكر نفسي واياكم بفكره المسؤوليه كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فاللي يخلف ما ماتش بس ما ماتش ما عشان السمعه وعشان الجينات لا اللي خلف ما ماتش عشان يفضل طول الوقت مسؤول عن خلفته يفضل طول الوقت مسؤول عن رعيته يعرف انه مسؤول عن اخراج الكائن ده باني شكل المجتمع سواء ولد ولا بنت حاجه صالحه طالحه جميله ولا حاجه للاسف بيزة. فارجو ان الكل هو بيفتكر امومته او ابويته يفتكر انها مش نزهه ويفتكر انها مش تفضل عليه على الولاد لا دي مسؤوليه ورعايه وتكليف من ربنا سبحانه وتعالى حنسال عنه يوم القيامه ونحاسب عليه كيف انشانا وربينا ابناءنا هل جعلناهم ذريه صالحه نباهي بها الامم ولا افسدناهم ودللناهم ولم نربيهم ولم نعلمهم ولم كذا فبالتالي كانوا للأسف أمة سيئة نتعاير بها بين الأمم القرار قراركم وأنا متأكد أن أنتم بتقولوا لي كل سنة وأنت طيب على عيد ميلاد نور طيب وبما اننا عم نتكلم عن المناسبات والاعياد والحاجات الحلوه دي ورحنا ست الكل خلوني افتكر لقطه مهمه جدا 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 لصديق بس هو مش صديق شخصي بقى ده صديق بتعالي ليكو كلكو وحبيب ليكو كلكو صديق الحبيب والقريب جدا الى قلبي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي الف الف الف, ألف مليون مليار شليون سلامه عليك يا استاذ حسن استاذ حسن امبارح اصيب بكورونا وذهب الى المستشفى لعمل الفحوصات والرعايه اللازمه أه ألف سلامة عليه أنا بحبه قوي الراجل ده قوي يعني خليني بقى أتكلم بالبلدي عنه لأنه صديق ولأنه كمان من صداقته ومن جماله وطيبة قلبه وطيبة شخصيته وتواضعه يحسسك طول الوقت إنه قريبك إنه حد من عيلتك إبن عمك إبن خالك جوز خالتك كده يعني فبجد راجل جدع وراجل متواضع تقعد معاه رغم أنه هو قيمة كبيرة في الإعلام الرياضي وابن قيمة كبيرة قوي في الإعلام الرياضي الناقد الرياضي الراحل طبعا الأستاذ نجيب المستكاوي لكن يظل الأستاذ حسن فاكهة كده في الإعلام الرياضي وله نكهة مختلفة يتميز بالأدب وبالتواضع وبالعقل وبالهدوء مش من الإعلاميين الرياضيين الحنجوريين انتوا عارفين في ناس حنجورية اللي هي واخدها بالصوت زي ما في ناس واخدها بالدراع لا أستاذ حسن واخدها بالعقل في الإعلام الرياضي عشان كده أنا متأكد أنه دعوات الملايين إنهالت من إمبارح منذ أن أعلن إصابته بفيروس كورونا لترجو له من رب العالمين الشفاء والعودة سريعاً إلى بيته سالماً غانباً ألف ألف مليون سلامة عليك يا أستاذ حسن الله يسلمك يا تامر متشكر جداً وطبعاً متشكر للناس كلها يعني يعني لو الواحد يقدر يسلم ويشكر كل واحد يكلمه ويقول له متشكر مش هيبقى كفايه يعني بص يا استاذ حسن انا متاكد طبعا انها وعكه بسيطه باذن الله وهتقوم منها احسن واشد باذن الله, إن شاء الله وارجو ان, إن شاء انت من داخلك كمان لا يكون لديك اي شك في اللي انا بقوله ده ان شاء الله إن شاء بس إن شاء انا متاكد انه ده ابتلاء سريع كده من ربنا علشان تحس اللي انت حاسه دلوقتي من الناس الحمد لله على كل حاجه ده حاجه نعمه من عند ربنا صدقني يعني ما, يعني ما كنتش هتحس بهذا السيل من حب الناس وخوفها عليك لولا الكورونا فعليك ان تشكر الكورونا. آه يعني مش قوي يعني بس الحمد لله. <applause> هي جايه جامده ولا ايه؟ <applause> لا الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله يعني. شك الحمد شك لله. لله طب طمني بس الدكاتره مطمنينك وانك ان الحاله مستقره؟ اه يعني معقول الحمد لله يعني ما فيش يعني شويه حاجات كده في الرئه في الشمال آه. لكن بن باخد لها علاج والاكسجين كويس بس دي يعني. اهم حاجه طول الوقت عينهم وعينك على الاكسجين اي حاجه ثانيه الاكسجين الحمد لله بتروح وتيجي 102 ما تقولش بقى عشان الحاجات دي بتتحسد ما هو 102 ده مش كتير يعني بس حلو حلو الحمد لله يعني 102 مش كتير بس ما يقلقش لكن <applause> ما 102 يا تامر بس بص... <applause> ما انا عشان كده بقول لك ما تت ما تت ما, ما برضه انت عايز بصري تقول على السلالة انا بهزر طيب آه آه لكن بقيه الاعراض الحمد لله عاديه وقادر على تحملها مع البروتوكول العلاجي الحمد لله هي المقاومه بتاعه الرئه دي اللي احنا بنعالجها يعني لكن ما بيش حاجه ما فيش اعراض ثانيه الحمد لله يعني هي كحه بس انت طب انت عرفت منين انها عرفت منين انها كورونا استاذ آه حسن؟ بص يعني برضو كالعاده اتعاملت الاول على انه برد اه وبعدين عملت مسحه بعد يومين عشان بس اقول الكلام ده بقى عشان الناس يعني تاخد بالها من تجربه آه. من تجربه يعني مهمه جدا يعني ايوه آه اتعاملت آه آه معاها على انها برد عملت مسحه طلعت سلبيه امم آه قلت خلاص مش كورونا تمام آه وبعدين ابتدت حراره بعدها بيوم ولا يومين بعد المسحه السلبيه تجيلي حراره اول ما جات لي حراره رحت للدكتور بقى، طبعا انا كنت اتكلمت الدكتور واخدت مضادات حيوية بسيطة وحاجات من دي، إنما أول ما كانت لي حرارة رحت له يكشف عليا فقال لي عايز الاتي فوراً. امم. الأشعة بقى. أشعة وتحليل دم. تمام. مش مسحة. تمام. أول ما شاف تحليل الدم والأشعة اللي لي تجي لي المستشفى حالاً. يا خبر أبيض. أه. أنا طبعاً اتخضيت جداً جداً يعني. أي. وخصوصا اني بسمع يعني ناس اعزاء واصدقاء ومعارف عندهم مشاكل وكانت لهم مشاكل, مشاكل كبيره ف <applause> لكن قال لي ده الحل انت عايز يعني تشتغل صح ولا تشتغل في البيت عادي يعني قال لي صح قال لي خلاص عشان مضادات جامده عشان نقاوم الفيروس. الفيروس يعني اللي كان في الرئه وسايب اثر شويه صحيح. فلازم نعالجه كويس كويس ان انت قلت القصه كده يا استاذ حسن عشان الناس برضو اللي بتهزر مع نزلات البرد وفاهمه ان هي عاديه وبتاع وبتسيبها وده بيؤدي الى يعني المماطله دي بتؤدي الى تمكن المرض من الجسم نصيحتي الوحيده بالجد لاي حد عن تجربه يعني انا عشتها بقى لي ايام تقريبا يعني اه من فضلكم اي حد يجي له اعراض برد يعمل تحليل دم كشف عن كورونا، ويعمل أشعة صدر. وبعد كده ياخد بقى مسحة ويعمل مسحة على مهله وكلام من ده، لكن آه وطبعاً يسألوا الدكاترة طبعا, طبعاً عشان دي حاجة مهمة يا تامر معلش والله يعني اتفضل يعني يعني آه عشان الناس بس آه أنا أعتقد من فضلكم اسألوا الدكاترة إمتى تعمل الأشعة وإمتى تعمل تحليل الدم، لأن ده ليه توقيت. آه زي المسحة بالظبط. يعني تمام. مش اول ما تحس ببرد تروح تعمل أشعة مم. ممكن مش حاجه تبان فالدكاتره عارفين ان في فترات معينه تسمح بظهور المرض اول ما ما يبقى فيه يعني لما تعمل اشعه يعني مش مش بعد يوم ولا اتنين اعتقد كده تمام تمام بس دي النصيحه الوحيده بس لا لازم يعمل نصيحه مهمه الأشعة. جدا جدا لازم الاشعه ولازم التحليل الدم صحيح ده الاكثر ده ده اكثر دقه من المسحه اللي بتتعمل في الاول على طول يعني ده, ده كلام مصبوط. كده يعني. لا لا كلامك اخ مظبوط وفي كتير من المسحات هي المسحه الاطباء المتخصصين كلهم قالوا لو طلعت بوزيتيف يبقى هي اكيد بوزيتيف لكن لو طلعت أيوة. نيجاتيف مش بالضروره تبقى نيجاتيف بالظبط كده بالظبط لكن كده. الاشعه وصوره الدم انا كنت عملت مسحه وطلعت سلبيه اه اشعه وصوره الدم هي الاكثر دقه والاكثر تحديدا آه. يعني في المراحل الاولى على طول صحيح. يعني صحيح صحيح, صحيح. ألف سلامه عليك يا استاذ ربنا حسن ربنا يشفي كل مريض اللهم طب مش محتاج حاجه آه والنبي صحيح اي حاجه عايز حاجه واحده بس اشكر الناس واحد واحد ده اقدر يعني آه يعني رب اعتبروا رب. وصل بس انا انا عايزين نبعت لك اي حاجه عايز حاجه تسلى فيها حاجه تاكلها انا ماسك كل كتب الكوره اللي طلعت في اخر سنتين عمال اقرا فيها ربنا يديك الصحه وما ترقدش ابدا يا استاذ حسن امين يا رب امين يا شكرا رب. أشكرك جزيلا وبنقل لك شك. تحيات ودعوات الجميع اشكرك شكرا للناس كلها والله شكرا أشكرك. شكرا جزيلا شكرا الكاتب الصحفي والاعلامي الرياضي القدير الاستاذ حسن مستكاوي ان شاء الله ان شاء الله يعود الينا سالما معافا من فيروس كورونا طيب بمناسبة اللقطات بما أننا كلمنا عن الكورة أحكي لكم يوم الحد مش فاكر الحد ولا السبت مش فاكر يوم ماتش مصر والأردن لقطة بصراحة استغربت لها بس عجبتني ماتش مصر والأردن كان يوم السبت اللي فات الساعة خمسة عصرا صح؟ الساعة خمسة أنا فاكر كويس آه يوم السبت ماتش الساعة خمسة عصر كويس؟ وبالصدفة بالصدفة البحتة كان الساعة خمسة عصرا بتوقيت القاهرة أيضا مباراة لنادي ليفربول اللي بيلعب فيه نجمنا محمد صلاح في الدوري الإنجليزي حلو الساعة خمسة نفس الساعة خمسة فالمهم انا السبت ان انتوا عارفين ان انا اجازه ما بطلعش هنا في التلفزيون فرحت عملت كام مشوار الظهر ورحت عديت على صديق ليا عشان اتفرج على الماتش معاه. مش عايز اقول لكم عشان هو اللي عنده الوصله يعني. ماشي. فأنا رايح أتفرج على ماتش إيه؟ ماتش مصر، مصر والأردن دول ربع نهائي بطولة العربية ومنتخب بلدنا وماسك معايا العلم وبتاع بحب أنا أعيش الأجواء يعني. كويس؟ فرحت ماتش إيه اللي على المفتوحة؟ ماتش علي, على المفتوحة فتح دماغكو كويس؟ فرايح و... معلش أصل عندي كنترول تمام. آه فرايع وكذا ففوجئت ان هو جاي ماتش ليفربول فدخلت قلت له ايه ده, ده مصر بتلعب قال لي اه انا عارف هنقلب ونشوف النتيجه فقلت له يا ابني ده مصر بتلعب فامردت عليه الرد بقى اللي انا هقوله لكم ده قال لي ما صلاح مصر بتلعب برضه فالحقيقه عجبتني الفكره يعني طبعا بيني وبينك انا بحب صلاح جدا 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 بس انا كنت رايح اتفرج على مصر ما ما يعني صلاح على عيني وراسي وبعشقه وما بفوتلوش ماتش بس منتخب مصر لما يلعب في بطوله رسميه زي دي في رايي له الاولويه شويه بس عجبتني الفكره وفرحت لمحمد صلاح قوي قوي لما لقيت صاحبي بيقول لي كده بيقول لي ما هو لما صلاح بيلعب انا بعتبر ان مصر بتلعب فما فوتش ماتش وبتفرج عليه لدرجه انه قرر انه يتفرج على صلاح وكل شويه يحول على ماتش مصر والاردن يشوف النتيجه عامله كام بس هو كان عملها كده مش قله وطنيه منه هو كان عنده من اول من اول ما اتكلمنا قلنا اتفرج على الماتش هو كان عنده ثقه ان احنا هنعدي الاردن يعني هو كان شايف ان الماتش بتاع الاردن من وجهه نظره سهل يعني فاحنا كده كده كسبانين لكن طبعا المباراه اثبتت انه لا كان الماتش صعب جدا وعدينا بشق الانفس يعني لكن في النهايه الفكره دي هي الفكره الاساسيه اللي انا بكلمكم فيها انه نجاح اي شخص بس لازم يكون نجاح هادئ وثابت ومستمر ودائم وعلى اسس زي النجاح اللي عامله محمد صلاح كده بسم الله ما شاء الله خدوا بالكم نجاح محمد صلاح مش نجاح موهبه مش نجاح واحد بيلعب بيعرف يلعب الار بتاعت البلاي ستيشن دي فبيجيب جون شكله حلو لا في 500 الف لعب بيلعبوا الار زيه ده اذا زي كان احمد الشيخ عندنا هنا في الدوري المحلي بيعملها لا محمد صلاح كوكتيل من الحاجات اللي خليته في هذه المنطقه منها طبعا موهبته بس منها كمان اخلاقه ومنها شخصيته اللي ما بتتغرش اللي ما بتلعبش دماغه ما عارف ايه الفلوس اللي مش عارف كذا الحياه بقى الباهره اللي في لندن الفساد الابتذال اللي ما فيش كده محمد صلاح يعني كلام حتى بتاع السيده حرمه وكذا انه بتقول له انزل ما بيخرجش من البيت من التمرين من التمرين يرجع يلعب مع مكه بنته ما بيخرجش من البيت مع انه عايش في لندن وليفربول وبتاع يقدر يتفسح ويعمل اللي نفسه فيه لكن الراجل عارف انه من البيت للملعب من الملعب للبيت لانه ملتزم وعنده هدف عايز يوصله بالاضافه الى تدينه والتزامه ده جزء مهم جدا جدا بالاضافه الى عقله وفكره اللي عارف يخليه يعمل ايه وما يعملش ايه والخطوه دي يروح من تشيلسي لفيرونتينا ومن روما لروما وبعدين يرجع دوري الانجليزي وبعدين يفضل ليفربول وامتى يمشي من ليفربول ويعمل ايه وامتى يطلب اجر عالي وامتى يبتاع كل ده حاجه اسمها إدارة الموهبة، ودي عند محمد صلاح ربنا أنعم بيها بشكل كبير عليه. فلما يكون حاجه بالشكل ده لازم تصل لمرتبة إن محمد صلاح بقى يوازي اسم مصر وسمعة مصر. بقى يوازي اسم مصر وسمعة مصر، فما تستغربوش لما صاحبي يقول أنا صلاح لما بيلعب كأن مصر بتلعب. والحقيقة إنه حتى على مستوى الزيارات اللي شفناها لمصريين في ليفربول الناس هناك بجد المصريين اللي مسافرين يشوفوا محمد صلاح او يحضروا ماتش في الملعب هناك او عندهم اي زياره يعني راجعين بيقولك فعلا احنا راجعين من مدينه محمد صلاح من مدينه محمد صلاح مش مدينه ليفربول وده مش كلامنا ده كلام اهل المدينه نفسهم اللي ابتدوا يعرفوا كل حاجه عن مصر من خلال تواجد محمد صلاح وتالقه والتسويق والدعايه اللي بيعملها لبلده بس من خلال التزامه في شغله تخيلوا يعني عايز اقول لكم نقطه مهمه قوي ودي تنفعنا في كل المجالات حتى في الدعوه الدينيه تصدق حتى في الدعوه الدينيه عمركم سمعتوا محمد صلاح طلع في فيديو ولا طلع في حوار ولا حتى كاتب على الانستجرام ولا الفيسبوك بتاعه تعالوا زوروا مصر دي مصر جميله قوي فيها الاهرامات وفيها النيل وفيها الحنطور اللي في الاقصر وفيها اللي مش عارف ايه عمركم سمعتوها ابدا ابدا ومع ذلك ومع ذلك رغم انه ما فتحش بقه بالدعايه لمصر يظل محمد صلاح هو احسن دعايه لمصر حتى لو ما نطقهاش. لانه طول عمرنا بنقول يا جماعه عايز تدعو لحاجه، عايز تسوق حاجه اعملها ما تقولهاش. اعملها ما تقولهاش، لو قلتها تبقى انت مدعي. لو عملتها الناس هتشوفها فيك. فاللي عايز يقول انا مسلم ما يقولش أنا مسلم. يبقى مسلم. اللي عايز يقول أنا متدين، ما يقولش أنا متدين، ده يبقى بي يعني بيزكي نفسه على الله وعلى الآخرين. يبقى ملتزم ومتدين فالناس تشوف التزامه وتدينه فتقول الله، بسم الله ما شاء الله، إيه البني آدم الجميل ده عايزين نبقى زيه. فدي تبقى أحسن دعوة للإسلام. عايز تنجح في شغلك، إنجح، وما وخليك مع الله، واجتهد، فهتبقى أحسن دعوة لبلدك. لو انت بره البلد فهتبقى سفير بكل ما تحمله الكلمه معنا. أنا من معنى عشان كده انا ما زعلتش من صاحبي لما قال لي انا بحب مصر بس كمان بالنسبه لي صلاح لما يلعب يبقى مصر كلها بتلعب ربنا يحافظ عليه ويحميه طيب انا متاكد النهارده ان اهالي ومواطني وشعب كفر الشيخ في منتهى السعاده والبهجه بسبب الزياره اللي قام بيها النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى محافظه كفر الشيخ وتحديدا الى جامعه كفر الشيخ ولقائه بالطلبه والاساتذه والاهالي والقيادات الشعبيه والتنفيذيه وكل المسؤولين وكبار العائلات في كفر الشيخ وتناول كمان طعام الافطار النهارده الصبح مع قيادات الجامعه ومع الطلبه ومع هيئه التدريس كان جو عائلي تعليمي ممتاز ممتاز وعايز اقول لكم معلومه قبل ما نشوف التقرير عن زياره السيد الرئيس لجامعه كفر الشيخ جامعه كفر الشيخ ربما مش ناس كتير تسمع عنها او ربما مش ناس كتير تبقى حطاها في مصاف في الجامعات اللي هي عايزه تخشها بس الحقيقه وعن تجربه بعلاقات كثيره جدا مع مجموعه من الناس اللي بيدرسوا هناك او الناس اللي درسوا هناك هي واحده من الجامعات المصريه المحترمه جدا 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 هي بس محتاجه شويه تلميع وتسويق لكن على مستوى المحتوى هي تمام التمام نتاجا لإنجازات الجامعة التي شهدتها قبل سنوات وجعلتها تتميز في مجال البحث العلمي وتحصل على لقب أفضل الجامعات المصرية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى جامعة كفر الشيخ في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها والثانية للمحافظة، حيث زار مشروع الاستزراع السمكي قبل نحو ثلاثة أعوام، زيارة التقى خلالها عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجلس الأعلى للجامعات، وشهد خلالها فيلما تسجيليا بعنوان الجمهورية الجديدة بالعلم يكتمل الإنجاز وقام بجولة تفقدية في الأقسام العلمية المختلفة بجامعة كفر الشيخ وأكد رئيس سيسي خلال زيارته على حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة، كما وجه المجلس الأعلى للجامعات بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع، فالجامعة شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تضاهي أجمل جامعات العالم من حيث المساحات الخضراء ومراعاة ذوي الهمم وعمل ممرات خاصة بهم داخل الحرم الجامعية كما تميزت بالأنشطة وتنميتها وحصدت جامعة كفر الشيخ لقب أفضل جامعة مصرية عام 2018 بمبادرة رئيس الجمهورية والتي أعلن عنها خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وذلك من حيث المظهر الجمالي والمباني الإنشائية فضلا عن المساحات الخضراء والإسهامات في البحث العلمي ودعم الطلاب كما حصلت على الأولى مصريا والثانية في التصنيفات الدوليه من حيث البحث العلمي فضلا عن ان الجامعه صديقه البيئه بالاضافه الى نسبه الاستشهادات في البحث العلمي وتميزها بالقاعات الدراسيه والتطوير للمعامل استكمالا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تواصل الوزارة توجيه قوافل من المساعدات الإنسانية والعينية للمناطق الأشد احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية نشكر الرئيس بنقول بنحبك يا رئيس وشكرا على المبادرات الجميله اللي بتجيبها لنا وشكرا للداخليه ويا ريت الموضوع ده يتكرر على طول من الرئيس عبد الفتاح السيسي جابوا لنا كراتين وجابوا لنا بطاطين مش مخليين بصراحة عليهم أي حاجة مبسوطة قوي بمبادرة كلنا واحد وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ويا ريت المبادرة دي تفضل دايما يا جنودك اللي بينا واللي وجودنا من وجودك واقفين <applause> قطاعات الوزاره المختلفه ومديريات الامن وجهت ماموريات للاحياء والقرى والنجوع المستهدفه بتلك المساعدات لتوزيعها على المواطنين قاتلي تلك المناطق مع اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الاحترازيه حفاظا على صحه وسلامه الجميع. وقد استقبل المواطنون تلك المساعدات بترحاب كبير. حيث ثمنوا غاليا الدور الانساني والاجتماعي الذي تقوم به وزاره الداخليه لتخفيف الاعباء عن الاسر المصريه وهو دور ملموس تحرص الوزاره علي تفعيله لتوفير حياه كريمه للمواطنين بشكر الرئيس الريس على اللي هو بيعمله معانا يا رب يسعدك يا رب خليك مين يا رب ربنا يحللنا يا ريس بشكر سعاده الريس على فتاح السيسي اللي هو فاكر الناس الغلابه وواقف جنبهم وربنا يخليه يا رب ويكثر يا رب من اللي بيعملوا معانا الف خيرك يا ريس وتوجهت الوزارة بمساعداتها العينية إلى عدد من دور رعاية الأيتام ورعاية ذوي الهمم والجمعيات المعنية بتأهيلهم وجمعية الوفاء والأمل في إطار الدعم والمساندة المقدمة من الوزارة لهذه الفئات على مدار العام انطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية تجاههم شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد حبك علينا يا بلدي فرد دائما ما تحرص الوزاره على ان تكون بجانب المواطنين في كل مكان على ارض الوطن تخفف الاعباء عنهم وتقدم الدعم لهم وتساندهم في اطار الحرص على تنميه المجتمع والارتقاء بقدرات افراده اجتماعيا لذلك تتواصل هذه القوافل لتصل الى كل المناطق الاشد احتياجا على مستوى الجمهوريه وذلك تحت رعايه رئيس الجمهوريه شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد حبك علينا بلدي فرد شكرا جزيلا للسيد الرئيس ولوزاره الداخليه على هذا الجهد وهذه القوافل وهذا الفكر اللي له علاقه بالبعد الاجتماعي والانساني اللي هو شيء اصيل في عمل اي مسؤول قبل عمله الرسمي لازم التفكير في الابعاد الاجتماعيه والانسانيه هي دي اللي بتكمل وتجمل العمل بمناسبة العمل خلونا نروح لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار ثلاثة أيام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استضافت جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد والنهاردة كان ثالث الأيام وآخرهم وبحضور وزير القوى العاملة عايز أقول لكم عشان ما دخلكوش في تفاصيل كثيرة لها علاقة بالاقتراحات والمواد الجديدة اللي هتبقى موجودة إن شاء الله في قانون العمل هي محورين اساسيين اللي دار حواليهم المناقشات واللي احنا كمان حابين ان هم يكونوا موجودين في قانون العمل الجديد. المحور الاول او العنصر الاول هو وجود بيئه امنه للعمل. يعني ايه بيئه امنه؟ بيئه امنه وصحيه تتوفر فيها كل السبل من اجل ان يؤدي العامل عمله بشكل محترم يأمن فيه على نفسه ويأمن فيه على محيطه ويأمن فيه كمان على مستقبله. ده العنصر الأول وده مهم جدًا جدًا. العنصر الثاني هو وجود بيئة مش آمنة بقى، بيئة عادلة للعمل. تنصف العامل من صاحب العمل وتنصف صاحب العمل من العامل. أي أن تعطي لكل ذي حق حقه وكل واحد يقوم بواجباته ويتناول أو يعطى حقوقه وامتيازاته. في هذه الحالة من البيئة العادلة والبيئة الآمنة هتلاقوا العمل في مصر والعمال واصحاب العمل راحوا في حته تانية بالشكل اللي يليق بمصر اللي فيها ايدي عامله تتلف بحرير طيب تعالوا نروح بقى للتعديلات بتاعه قانون ضريبه القيمه المضافه اللي صدرت بتوجيهات من السيد رئيس الجمهوريه تخفيفا على الاقتصاد المصري وعلى اعباء كمان شرائح كتير من المواطنين وزاره الماليه بتعلن بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعفاءات ضريبيه تمس قطاعات حيويه لمساندة الصناعه ولتحفيز النمو الاقتصادي منها اعفاء الدواء والمواد الفعاله في انتاجه والامصال واللقاحات والدم ومشتقاته من الضريبه اعفاء خدمات قناه السويس للسفن العابره ومنتجات المناطق الاقتصاديه تعليق اداء ضريبه معدات والات الانتاج الصناعي كلها ليها علاقه بمدخلات الصناعه ومدخلات الاقتصاد علشان يبقى في نوع من انواع القفزه للاقتصاد المصري وبعض الشرائح كمان يحصل لها نوع من انواع التحفيز. معنا على الهاتف الاستاذ رامي يوسف مساعد وزير الماليه للسياسات والتطوير الضريبي. مساء الخير يا رامي بيه. مساء <applause> النور يا فندم حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. الحمد لله يا اولا حضرتك تشرح لنا سريعا كده وبشكل مبسط دون تعقيد يعني الفلسفه من وراء هذه التعديلات المقترحه من وزاره الماليه وبتوجيهات من السيد رئيس الجمهوريه طبعا مجموعه الاصلاحات يا فندم ديت كانت بتشمل المفروض مجموعه من الحاجات اللي ليها بعد اقتصادي لدعم الصناعه وبعد تاني اجتماعي لدعم الجانب الاجتماعي والرفع بعض الاعباء عن كاهل المواطنين فده الفلسفه بتاعتها بشكل عام بالذات في ظل موجه التضخم والازمه بعد اللي في ازمه كورونا وموجة ضخمة اللي لحقت بيها دلوقتي فكان ده بيهدف لدعم المجتمع ودعم المواطنين بشكل كبير سواء في شكل دعم الاقتصاد ودعم الصناعات اللي بتولد فرص عمل او بشكل دعم مباشر بيوصل عن طريق منتجات تم اعفائها. تمام تمام آه الـ الـ القصه دي لها علاقه بقى بتفاصيل يتم الاعلان عنها في لائحه تنفيذيه او في لائحه تنزل بكل الاعفاءات و... او النسب والارقام هي بالفعل يا فندم الاعفاءات دي موجوده في في متن القانون نفسه في نص القانون نفسه بعد كده هو بيبقى فيه اللائحه التنفيذيه اللي بتقول ده يتطبق ازاي او لو في حاجه محتاجه ايضاحات اللائحه التنفيذيه بتوضح اليه تنفيذها انما البنود ديت موجوده في ال... في صلب القانون نفسه تمام وده هيبتدي يتطبق فورا يا فندم طيب فندم ان شاء الله هو تم اعتماده النهارده في النواب وهي يسري أول في مجلس النواب وهيسري اول صدوره في الجريده الرسميه هيسري من اليوم التالي ان شاء الله على طول. تمام بشكرك شكرا جزيلا رامي بي وكل التوفيق ان شاء الله في عمل سياسات ضريبيه وجمركيه لها علاقه بتحفيز الاقتصاد والنهوض بالاقتصاد المصري. طيب. اه انطلقت فعاليات قمه مصر الاقتصاديه. صباح اليوم النهارده الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقمة مصر الاقتصادية دي ليها علاقة بالرؤية الاقتصادية والاستثمارية اللي مصر متبنياها ومنتهجاها وشارك طبعا في هذه القمة وزيري التخطيط والصناعة القصة لها علاقة أكتر بفكرة الـ 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 الرؤية فكرة النهج اللي أنت ماشي عليه الطريق اللي أنت ماشي عليه ويجب ان تكون كل الاوعيه اللي لها علاقه بالاقتصاد بتخدم هذه الرؤيه من حيث الصناعه من حيث الاستثمار من حيث التخطيط وكل الالات الاخرى تعزف خدمه لنفس السيمفونيه انطلقت فعاليات هذه القمه اليوم وكاميرا اخر النهار كانت موجوده هناك ونقلت هذا التقرير تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا وبرعاية مجلس الوزراء انطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة ويتناول مؤتمر هذا العام موضوع التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته. يبقى نهج بالنسبة لنا التوصيات اللي بتطلع من هذه القمة لأن هي بتكون نتيجة لقاءات ونتيجة كلمات وعروض من السادة المشاركين وكلها بتكون إضافة لمن يشارك في هذه القمة قمة النهاردة طبعا بقت منصة مهمة جدا بيلتقي فيها الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل شركاء التنمية والإعلاميين والخبراء من مجالات مختلفة بنناقش فيها كل القضايا الاقتصادية المهمة اللي على الساحة وخصوصا أن احنا رغم البدء التعافي إلا أن العالم كله لسه ما في مرحلة استثنائية شهدت جلسات المؤتمر مناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري بمشاركة كبار قادة الرأي في حلقات نقاشية تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 احنا كشركه قطاع خاص النهارده بنبذل الجهد ونعمل كل اللي نقدر عليه ان احنا بننمي الموارد بتاعتنا بنحسن ارباحنا ان احنا بنضيف للدوله على قد ما نقدر التواجد بتاعنا في من خلال المؤتمر ده احنا بنتلاقى مع صناع القرار، بنتلاقى مع قرنائنا الاخرين، بنشوف ازاي نقدر نضيف للناتج القومي. ميزه المؤتمرات دي او الملتقيات اللي بالشكل ده ان بتقرب وجهات النظر بشكل قوي، بيحصل مناقشات في عده محاور اثناء المؤتمر بينتج عنها مجموعه من التوصيات او تلاقي الفكر في كل محور من المحاور اللي بيتم النقاش فيها حاجه تشرف بصراحه يعني ان انا اعرف ان بلدي اقتصادها في اعلى نمو في المنطقه في خلال جائحه كورونا وكمان التوقع لينا ان شاء الله ان احنا نعدي أكثر من 5% نمو كمان لسنه 2022 دي حاجه مفرحه جدا الاجراءات اللي اخذتها الحكومه لا شك ان هي خففت من اثر السلبي للفتره الاولى بتاعه الاغلاق وكنا احنا احسن من دول تانية كتير الجدير بالذكر أن قمة مصر الاقتصادية أصبحت على مدار العامين الماضيين ملتقى اقتصادي كبير يجمع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ورجال الأعمال بمختلف المجالات بممثلي الحكومة وصناع القرار لبحث ودراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاد المصري وسط ما تشهد الدولة المصرية من حراق اقتصادي غير مسبوق أحمد غنيم قناة النهار خليني أفتح مع حضراتكم فكرة كده موجودة في أذهان بعض أولياء الأمور والأباء والأمهات وبتعمل لهم حالة قلق علشان نقطع بيها الشك باليقين ونقول فيها المعلومة الطبية السليمة لأن أنا ما بحبش أن الناس لما ما تلاقيش المعلومة تلجأ بقى إلى السوشيال ميديا وما أدراك ما السوشيال ميديا وكمية بالبلد أنا يعني آسف يعني الهري الكتير اللي على السوشيال ميديا بمعلومات مغلوطة وأكاذيب ممكن تودي الناس في ده هي لو اعتمدت عليها في تصديقها خصوصا في الحاجات الطبية والعلمية اللي لازم فيها رأي علمي قاطع خلال يومين ثلاثة اللي فاتوا كده بعض أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا بيسألوا وبيقولوا سؤال واضح هل فيروس كورونا بيصيب الأطفال ولا لأ كلام واضح لأنه الكلام اللي احنا سمعينه منذ بداية هذا الفيروس من سنتين إنه الفيروس غالبا غالبا لا يصيب الأطفال وإنه بيصيب الكبار خصوصا بعد سن المراهقه يعني بشويه وخصوصا كمان ان التطعيمات والامصال كلها نازله للكبار وان احنا الحمد لله ما سمعناش عن اصابات ولا وفيات كثيره حتى على مستوى العالم الحمد لله والشكر لله على مستوى الاطفال. ففي بعض الناس اللي اطفالهم جالهم الاعراض جالهم الاعراض بتاعه كورونا فبيسالوا هل نكشف ونحلل ونشوف كذا ولا كورونا لا تصيب الاطفال؟ والحقيقه احنا لقينا ان ده سؤال يستحق ان احنا نلقي الضوء عليه لان ما فيش حد فينا مش قلقان على اولاده رقم اتنين لازم نذهب الى المصدر والى الجهه العلميه والرسميه عشان يتقال هل تصيب ولا لا؟ النسب قد ايه؟ احتماليه الخطوره؟ المناعه بتاعت الطفل عامله ازاي؟ وهل في اماكن مخصصه او تليفونات مخصصه او اماكن مخصصه بالنسبه للاطفال لو شكينا في اصابتهم بفيروس كورونا نتوجه اليها اماكن عزل معينه، بروتوكول علاجي في البيت، اشياء كثيره جدا. احنا معانا التليفون. دكتور حسام عبد الغفار متحدث الرسمي باسم وزاره الصحه مساء الخير يا دكتور مساء النور يا استاذ تامر تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك ازي حضرتك ان شاء الله تكونوا بخير يا فندم الحمد لله الحمد لله حضرتك سمعت اسئلتي آه يعني خلينا زي ما حضرتك كنت دقيقا محددا في اسئلتك خلينا نكون آه ايضا بنفس الدقه والتحديد ارجوك آه نعم يمكن ان يصاب الاطفال من جميع الاعراض بمرض الكورونا ولكن ايوه آه معظم الاول بس أصفار. نعم اه الأول نعم. نعم نعم كل الاعمار بالضبط. كل الاعمار معرضه م. للاصابه بكورونا من وذلك منذ بدايه اكتشاف الكورونا يعني هذا ليس اكتشافا حديثا تمام ولكن آه اعراض معظم الاطفال المصابين م. عاده ما تكون آه اقل حده م. من البالغين وبل وفي كثير من الاطفال المصابين لا تظهر عليهم اي نوع من انواع الاعراض. طيب هكمل مع حضرتك بس خلينا في الاول وانا شاكر لحضرتك الدقه في الكلام في فكره انه ده من اليوم الاول بس الحقيقه الكلام اللي كان بيقال يمكن مش من وزاره الصحه عندنا في مصر بس حتى على مستوى العالم انه كورونا لا تصيب الاطفال. لا يعني هو يمكن النقل اللي كان بيتنقل مش دقيق عشان كده حضرتك من الجيد جدا ان حضرتك كنت دقيقا جدا ده هو النقل ان الاطفال المصابين بالكورونا قد لا يظهر عليهم اعراض بل في الاغلب آه. لا يظهر عليهم اعراض وبالتالي ممكن بقى في النقل لا يظهر اعراض دي تحولت الى لا يصابوا بالكورونا. ده كلام محترم ده كلام محترم لكن كل الاعمار معرضه الفكره بقى في الاعراض وشده هذه الاعراض. بالظبط كده يا فندم وان الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت السنتين دول الـ 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 واضح ان الاطفال كان مناعتهم قويه بشكل ما انه عدد الوفيات والاصابات فيهم كانت اقل كتير من البالغين والكبار. يعني اه احنا لو تكلمنا على المستوى المحلي م. نقدر نقول بكل ثقه انه لا يوجد عندنا اطفال توفوا بسبب الاصابه بالكورونا في مصر وانه اذا اه اه حالات الوفيات القليله جدا يعني حاجه اقل من اصابع اليد الواحده التي حدثت هي أيوة. بسبب امراض يا اما وراثيه يا اما عيوب خلقيه في القلب بالاضافه للكورونا فالحقيقه مش الكورونا في مصر هي سبب وفاه اي طفل الحمد لله يعني حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في مصر حتى اللحظة كورونا لم فيها. تقتل طفلا واحدا بالظبط كده ده لكن يصابوا ومعرضين بال... بالاصابه وبدرجات وب... متفاوته. و... والاغلب ان اصابتهم اعراضها خفيفه هم. والاكثر كمان ان لا تظهر عليهم اي نوع من انواع الاعراض. طيب من تظهر عليه الاعراض ايه بقى التحرك بقى؟ هل هو نفس التحرك بالنسبه للبالغين؟ يعني زي ما قلت حاجه كده انه في الغالب الاعم بما انه اعراضهم خفيفه مم. فبيتم التعامل مع الاعراض يعني اللي عنده ارتفاع في درجه الحراره بيتم علاج ارتفاع درجه الحراره خد بالك يا دكتور حسام اللي... انا اسف للمقاطعه انا عارف انك كلام حاجة بتقوله ده كلام طبي 100% بس انا ارجو ان حضرتك تراعي معايا البعد النفسي الانساني مفيش اب او ام بالنسبه للاطفال بالذات عارف لو انا بنتي كبيره مثلا 20 سنه وبتاع هتعامل بالشكل ده و15 لكن لو طفل سنتين ثلاثه اربعه مش بقى وهو درجه حراره ده لو لقيته بس ايه سنه كده ربع عرض عليه قلبي مش هيجبني بقى بقى بالهدوء اللي حضرتك بتكلم فيه ده انت انت متخيل انا بتكلم في ايه؟, إيه ما هو احنا احنا في النهايه حريصين على مصلحه الاطفال صح فاحيانا التصرفات العاطفيه بتبقى ضد مصلحه ابنائنا ده كلام مظبوط وبالتالي انا بس انا كاب ما... وام عايز اطمن اه ما عشان كده بقول لحضرتك يعني انا مش بس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم آه. العالم يتجه اتجاه واضح في الخدمه الطبيه الى تقليل الدخول في المستشفيات الا في حاله الضرورة يعني انا المستشفى هو مكان للمرضى اللي موجودين من كل جهه أنا النهارده لو انا عندي طفل اصيب بالكورونا بعد الشهر على كل أطفالنا يا وكانت نسبة الحمل الفيروسي عنده هقول رقم ده ليس رقما علميا لكن ده بس من باب التوضيح زي ما حضرتك بتقول أي. أنه هنفترض أنه عنده في جسمه دخل له 100 فيروس أه لو أنا وديته إلى مكسن فيه أطفال آخرين مصابين هيبقوا ال 100 دولت هيبقوا 200 و300 بينما أنا لو صح. التزمت بالعزل في البيت وأديته الأدوية، فأنا أحافظ عليه أكثر. أمتى أبدأ أتحرك وأروح إلى المستشفى والمستشفيات الحمد لله كلها مجهزة ومعدة آه. وفيها من الخبرات الطبية ما يمكنها التعامل مع الأطفال المصابين. م. لما يبقى في عندي أعراض زي صعوبة التنفس، ضيق التنفس، أبقى ارتفاع حرارة مستمر. لا يستجيب لمخفضات الحراره هل, الاطفال برضو يا دكتور حسام عند الشك في اعراضهم يتعمل لهم برضو اشعه وتحليل دم وكذا ولا لا, لا؟ هو, هو 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 الاصل انه احنا لا يعني ليست الاشعات ولا تحاليل الدم من الموصى به في الاصابات احنا نعمل الاشعات وتحاليل الدم وخلافه اذا احتجنا الى دخول المستشفى انما كل من ارتفع درجه حرارة وكل من جاله رشح أو كح يتوجه إنه يعمل أشعة مقطعية أو إنه يعمل تحاليل أصل كان معايا دلوقتي قبل لها. قبل ما حضرتك تخش كان معانا من شوية الأستاذ حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير وربنا يعافيه ويعافينا جميعا جاله كورونا فكان لسه بيقول كده إن هو عمل مسحة من ثلاث أربع أيام طلعت سلبية وبعدين لقى الأعراض بتزيد عليه فعمل الأشعة فطلعت فعلا مصاب واتنقل إمبارح المستشفى فعشان كده كنت بقول لحضرتك إنه الأشعة ربما تكون أكثر دقة من المسحة لا هو ما زالت المسحه هو الاجراء المعترف به على مستوى المنظمات الصحيه العالميه بدليل انه ما حدش بيسافر باشعه يعني هل, هل 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 احنا لما بنعمل اشعه بناخدها ونستخدمها في السفر من دوله الى دوله مش عارف بص طبعا انا مش عايز اوح في الطب يا دكتور عشان هيبقى منظري وحش قوي في المقاوحة قوي يعني اه بس بس أنا, انا انا ميال الى فكره ان الاشعه اكثر دقه من المسحه لا هذا هذا الكلام مع يعني الحقيقه مش دقيق غير دقيق, مش ما مش دقيق. دقيق. زي ما قلت لحضرتك كده هو ابسط مثال للتوضيح آه. انه الناس ما بتعملش اشعات وتسافر بيها ليس من اشتراطات السفر عمل الاشعه لكن من اشتراطات السفر اما شهاده اللقاح او شهاده البي سي ار آه ماشي يعني طبعا ما, وبالتالي... ما انا مش هقدر ااوي حامل ايه فنحن لا ننصح بالعمل الاشعات الا بناء على طلب الطبيب آه. خاصه لانه الاشعه دي فيها الـ الـ الأشعة... الاشعه في حد ذاتها اجراء مش من المحبب ان يستخدم بكثره مع الاطفال اه فكره تعرض الاطفال ف... لاشعه فعلا حاجه مش محببه آه، فطلب فاجراء الاشعات واجراء الفحوصات لا تكون الا بعد طلب الطبيب المتخصص تمام انما الـ الـ اللي عنده اعراض تشبه البرد في ظل الوباء بيتم التعامل معاه على انه حاله مشتبهه وبالتالي يعزل في المنزل حتى زوال طيب الاعراض يبقى تماما لمده ثلاث ايام يبقى تلخيص لما مضى واحد نعم الاطفال يمكن ان يصابوا بالكورونا اثنين درجة تعرضهم للأعراض الشديدة أقل شوية من البالغين ثلاثة أقل كثيرا أقل كثيرا من البالغين ثلاثة التعامل معهم يكون بشدة الأعراض او خفتها بالظبط اربعه لو لا قدر الله في شده للاعراض في بقى ساعتها أماكن المستشفيات التوجه الى المستشفى او الى الطبيب المتخصص وهو اللي بيحدد ما هي الاجراءات في اللي اماكن في, في مستشفياتنا لسه قابله لاستقبال المرضى يا دكتور احنا يعني كل المستشفيات فيها عيادات للفازر والعزل سواء كانت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية أي. وهناك مستشفيات مخصصة بكاملها للعزل في... وهناك أقسام في المستشفيات أيضا مخصصة للعزل طب أنا أرجو النبي أن, إن أنتوا تردوا يا دكتور ودي نقطة مهمة بقى أنا برنجك ليها لإنه الحقيقة أنا عارف أن السوشيال ميديا ما فيش حد له سيطرة عليها بس برضو لما نلاقي أن بعض الكلام اللي ال... 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 بينتشر على السوشيال ميديا ممكن يؤثر على الناس ومعلومات الناس يعني السوشيال ميديا تلاقي ناس كلام بيقول لك المستشفيات مليانه واحنا مش عارف عيالنا واقفين على البوابه ومش لاقيين اماكن ومش عارف ايه الكلام ده لازم يترد عليه علشان ما يعملش بلبله او يؤدي الى معلومات مغلوطه يعني احنا حقيقة كلامك مظبوط وانا بعلن اهو من منبر حضرتك المشاهد و... و... يعني عليه نسب مشاهده عاليه جدا شكرا. احنا معدلات الاشغال في مستشفيات المخصصه بكاملها للعزل سواء كانت جامعيه او تتبع وزاره الصحه والسكان في الاقسام الداخليه بقول لحضرتك لا تزيد عن 18% يعني 18% عندنا 72% او 82 82% 82% اسره فاضيه في مستشفيات العزل التي خصصتها الدوله للعزل ده كلام محترم واعتقد انه يقطع كل شائعه ويقطع كل تضليل دكتور حسام انا بشكرك شكرا جزيلا معلش اثقلت عليك شويه بس كان مهم قوي المعلومات المدققه دي تصل للمشاهدين شكرا لحضرتك شكرا يا فندم شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه وخدوا باله حضراتكم ارجو بس انه دي نقطه تبقى محطوطه في الحسبان والله مش مش يعني مش تفخيما فينا او دعاية لينا بس في فرق لما تسمعوا كلام طبي كمان من دكتور بس دكتور في عيادته في مركزه في المستشفى بتاعته او تسمعوا كلام من دكتور هو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة زي الدكتور حسام اللي احنا كان معانا على الهوا دلوقتي هتقول ايه الفرق اعتبر دكتور ودا دكتور ودا بيفهم ودا بيفهم. ده دكتور وده دكتور وده بيفهم وده بيفهم مظبوط ده دكتور وده دكتور والاتنين بيفهموا بس الفرق ان ده دكتور اللي هو لا اللي مش حساب بقى الدكتور العادي ده دكتور قاعد في معمله او في مستشفى بتاعته او في عيادته ما يعرفش حاجه عن العالم الخارجي ما بيحضرش الاجتماعات وما عندوش الارقام وما عندوش البيانات وما عندوش الداتا وقاعده المعلومات اللي موجوده في وزاره الصحه فهو عارف بس حاجات ليها علاقه بالمرض والعيانين اللي هو بيكشف عليهم والابحاث اللي بيقراها في الجرايد او في الانترنت لكن المتحدث الرسمي في وزاره الصحه هو اللي مخول اليه اولا التحدث باسم الوزاره في مساله الصحه والكورونا وهو اللي عنده قاعده المعلومات اللي بيرفع سماعه التليفون يا جماعه مستشفياتنا فيها اماكن هاضية قد ايه كذا المستشفى الفلاني فيها مشكله مش عارف ايه ولا لا الدواء ده كل ما له علاقه بالملف الصحي في مصر تحت ايده كقاعده معلومات فالاستماع الى كلامه مختلف عن الاستماع الى طبيب والسلام مع كل احترامي لبقيه الاطباء الاطباء اسالهم في مرضي اما فيما يتعلق بحاجه ليها علاقه بوضع الدوله لا اسال الوزاره المتخصصه والمتحدث باسمها كلام واضح ولما اجي اسال عن الجو واجي عن الطقس واسال عن الحاجات اللي بتحصل دي في فوق اسال مين هيئه الارصاد ولا ايه مش كده عشان بس نبقى مركزين مع بعض هتقولوا لي طب الجو عامل لك ايه اقول لك الجو زي الفل بس انا حاسس انه لا بلاش عشان في ناس بتزعل من الجهة. آه. حسن الجو, حسن الجو اه حاسس ان الجو هيقلب حلو كده لطيف ومؤدبين حاسس ان الجو هيعمل يعني مره واحده صقيع آه وبرد تقيل من حاله الـ الـ الاستقرار الحلو اللي احنا فيها النهارده انا كنت قاعد في الشمس الظهر ولا كاني في مارينا في شهر ستة حاجه كانت عظيمه الحقيقه هل ده صحيح ولا لا؟ هنعرف دلوقتي من صديقنا العزيز دكتور محمود شاهين مساء الخير يا دكتور اهلا بيك يا فندم اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الله يخليك سلام طويل وحضرتك بالصحه والسلامه هو الجو هيعملها ح... ح... شكله قريب صح؟ يعني احنا لسه في الخريف احنا لسه ما دخلش لسه رسميا 1/12 لا ماليش دعوه بالرسميات اه يعني لا بس نكون متوقعين كلنا ان كل اللي احنا فيها دي تصبر لسه اجواء خريفيه على كده زي ما حضرتك ما بتقول الشمس كانت جميله النهارده النهارده كانت عظيمه آه. عظيمه الجو كان جميل آه يعني كان في شويه سحب احيانا الشمس بتروح وتيجي الاجواء آه. كانت فعلا خريفيه ممتعه جدا جدا خلال فترات النهار لكن مجرد ما بتغيب اشعه الشمس بتنخفض درجه الحراره بشكل سريع زي ما احنا بنشوف بالليل طبيعي خصوصا في ساعات الليل الأخيرة بس برده مش قوي يعني امبارح بالليل ما كانتش الدنيا باردة قوي نزلت بالليل بعد البرنامج ورب... لا الجو كان معقول يعني الى حد ما خلال هذه الفتره كنا في استقرار بدانا نخش في تقلبات جويه وانخفاض حراره يعني انا سمعت ان انتم بكره في الارصاد قايلين انه في انخفاض ربما الصغرى توصل بكره بالليل لحد 11 بين او 10؟ بالظبط 11 طيب 11 دي ساعه و10 في الاماكن المدن الجديده والاماكن المفتوحه بشكل كبير الصحراويه فطبعا بتبقى جو فعلا شديد البروده في ساعات الليل المتاخره آه. او الصبح بدري فيعني إن شاء الله الأجواء خلال الفترة اللي جاية هتكون في حدود انخفاض درجات حرارة، فرص سقوط أمطار زي ما شفنا النهاردة في مناطق من سواحلنا الشمالية، شفنا روح، شفنا السندوم شفنا إسكندرية كان فيها سقوط أمطار خفيفة المتوسطة النهاردة. الأجواء دي مستمرة معانا خلال الفترة اللي جاية حتى نهاية الأسبوع منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. هو اللي بيتسبب اولا في تكون هذه السحب الممطره أيه. ثم انخفاض درجات الحراره نتيجه انخفاض ملحوظ في درجات الحراره في الطبقات الجو العليا. آه طبعا الاجواء دي هتستمر معانا زي ما قلت حتى نهايه الأسبوع على الاقل. آه مفيش ظواهر جويه عنيفه ممكن نشوفها خلال اربع خمس ايام الجايين مفيش ما فيش مفاجات إن, ان شاء الله في الفتره الله. القصيره القادمه باذن الله ما فيش مفاجات خلال الثلاث اربع ايام اللي جايين ومن بكره بالليل هيبقى في بروده وساعة شويه الناس تعمل حسابها في الملابس بالظبط يا فندم لا اغنانا الله عنك يا دكتور شهيد شكرا, شكرا جزيلا شكرا جزيلا آه زي ما سمعتوا الجو النهارده كان خريفي مشمس بالنهار ممتاز ممتاز ودرجة الحرارة بالليل دلوقتي رغم برودتها بس معقولة جدا ومحتملة جدا مفيش ساعة ساعة اللي هي توجع دي بس الكلام انه من بكرة احتمال بالليل تبقى الدنيا ساعة درجة الحرارة الصغرى 10 أو 11 يعني ساعة ساعة 10 أو 11 يعني ابتدينا ابتدينا نخش في الجد فيما يتعلق بالبرودة والسوعية فأهبوا أنفسكم تدريجيا إلى صقيع البرد وبرودة الشتاء هنروح لفاصل بعد الفاصل الحوار ال ساخن والمختلف وحطوا كذا خط تحت المختلف دي بس مش هقول لكم دلوقتي ليه مع الكاتب الصحفي والسياسي المعروف الاستاذ محمود مسلم حضراتكم حوارنا الرئيسي النهاردة في آخر النهار مختلف زي ما أنا نوهت لحضراتكم قبل الفاصل ضيفي صديق عزيز وعشرة عمر وقامة صحفية وإعلامية حضراتكم تبعتوها على مدار عقود وسنوات طويلة فأنتوا أخبر مني به لكن النهاردة أزعم أن أنا حاوري لحضراتكم بجوانب لم تظهر من قبل حتى في ربما في المجالات اللي بيكتب فيها أو بيتحدث فيها لكن في زاوية تحديداً هو بيستخبى كده ويطلق فيها رصاصات على السوشيال ميديا هي الزاوية الرياضية المختلفة في ضيفي العزيز رئيس لجنة الثقافة والإعلام مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي ورئيس تحرير الوطن الدكتور محمود مسلم شرف ومنور اهلا بيك يا انا شرف ليا موجود اخبار حضرتك الله, إيه. الله يخليك رب. ومبروك على الدكتوراه اخر لقاء اعلامي لينا كان الدكتوراه لسه ما الف مبروك ودايما في تقدم كده ونجاح يخليك خلي بقى السياسه والثقافه والاعلام على جنب دلوقتي ونروح للجزء المستخبي جواك. آه. آه كوير جدا انا انا شخصيا فاجئت الحقيقه انا من علاقاتي بيه ومعاشرتي معاه واشتغلنا قبل كده مع بعض وبنلتقي بالليل مع بعض في المقاهي وكذا آه الجانب الكروي آه ظهر فيه وبشده وبحده وبعض الناس حتى بتقول ان انت قاسي في تعبيراتك ونقدك على السوشيال ميديا في الكوره. اه احيانا قاسي فعلا. قاسي قاسي يعني آه لدرجه ان انت ممكن من وجع بس من الوجع اه يعني تلاقي الفرقه مش قوي يعني كده لعيب مضايقك بتاع طب اللي اللي. خلينا نبدا الاول الاهتمام الكروي ده جديد ولا لا انت كونت من لا زمان؟ لا من زمان من زمان انا بس ما كانش في سوشيال ميديا يعني ايوه صح انا كان من زمان اروح لاستاد ومن زمان أتابع. فعلا من آه وانت صغير اه بروح الاستاد واتابع و... الحب الاهلي آه انتساب ولا وراثه ولا ايه؟ لا هو احنا معظم العيله يعني اهلاويه باستثناء اثنين اخواتي فلتوا كده فلتوا آه فهو وراث حب آه, آه انا ما كنتش يعني انشغلت <applause> انشغلت <عم بخرجوا. تصفيق> فخرجوا فخرجوا ما لحقتهمش ما لحقتهمش ومش عارف تردهم دلوقتي والله ببذل محاولات كبيره مفيش فايده <applause> مفيش ابدا <أمل>. مفيش أمل. <applause> أه هم اصعب مني والتعامل معاهم ازاي في ماتشات الاهلي والزمالك؟ صعب جدا لان هم ما يعني مفيش هم اصعب يعني عندي اخويا الاصغر مني على طول ده يعني ده حد ده معدي يعني صعب قوي لا لا ده معدي ده بتتفرجوا على ماتشات الاهلي والزمالك مع بعض احيانا لو الظروف يعني مش بالاختيار يعني لو كنا اه بالاجبار لا لا لو كنا متجمعين بالصدفه نتفرج لكن لو ما, ما, فيش خلاص وبيحصل دمار وحوادث العيال بقى صغيره بيخشوا في بعضه وبتاع كده يا الدرجات دي آه, اه, لأنه لان هو يعني عمليه صعبه بس انا يعني انا دايما اقول لهم يا جماعه انا خبره معاهم يعني فوق ال40 سنه فانا حافظهم وعارفهم اكيد يعني وطبعا بعد بقى يعني اجيب لهم التاريخ صحيح صحيح فبيتكسفوا يعني صحيح صحيح <applause> او احيانا بيتكسفوا احيانا بيتكسفوا <applause> طيب بما انك اهلاوي فالكلام معاك سهل لان الناس عارفه طبعا ان انا اهلاوي كمان آه. جدا وبأعلن ده بمنتهى الفخر آه. يعني فالكلام شهادتنا احنا الاثنين مجروحه فيه فما عندناش بطحه نحسس عليها انا عندي اختلاف كبير جدا معاك فيما تكتبه عن موسيماني آه. الحقيقه انا مش عارف رايك ده كونته ازاي في موسيماني فيما يتعلق بانه انا يعني عندي حاجات كتير قوي بس انا مش عايز كمان ان هي ايه كنوع من المحاكمه ل او لكلامه لكن هو كلام بصفه عامه يعني في النص كده الاقي كاتب مش عارف الاداء العشوائي لموسيماني موسيماني اقل من مستوى الاهلي او مدير فني اقل من حجم الاهلي موسيماني كذا سيبك من النتائج اللي كلها في صالح موسيماني او معظمها يعني في صالح موسيماني لكن الحقيقه كمان موسيماني في النص عمل حاجات تقول لك انه لا راجل صاحب فكر وعنده اللي يضيفه للنادي الاهلي آه بص موسيماني طبعا انا من الناس اللي كنت شايف انه يجي يعني فكره انه يجي دي في الوقت اللي اللي جابه فيه الاهلي أوه. كانت فكره رائعه أوه. لانه كويس. هو آه انت كنت داخل الدور قبل النهائي في بطوله افريقيا وما قدمكش غير ان تجيب واحد يعرف افريقيا كويس صح هو طبعا اكيد عنده خبره في افريقيا كويسه بشغله في جنوب افريقيا مم. سواء في المنتخب او في سان او في غير سان داونز آه وهو اشتغل كويس يعني هو ما حدش يقدر يقول ان هو بيجتهد وبيشتغل كويس لكن مم. هو عنده دايما علامات استفهام غريبه يعني يستحيل تكمل معاه ماتش وانت بتاع طب انا اقول لك حاجات وانت راجل اهلاوي صميم مم. وهتلاقي نفسك انت ب... انت كنت بتتفرج على الاهلي وتقعد طول الماتشات اخر ربع ساعه الان ايوه صح دي ما حصلتش لما سامعني انك طول الماتشات قاعد 4 ساعات يعني ده معناه انه مختلف لا مختلف ايه ده مختلف الكارثه بالك تعالى مثلا الاهلي كان معروف بلاس 90 اه الاهلي بقى ضد بلاس 90 الاهلي معظم الماتشات اللي اتعادل فيها في الدوري كانت الفرقه هي اللي بتتعادل وهي اللي بتكسب الدوري اللي فات راح بسبب اهداف بلاس هي, هي اللي بتتعادل وهي اللي بتكسبه فدي سمه ثانيه السمه الثالثه ان الاهلي طول الوقت بيبقى على الجون جايب واحد عايز يجيب اثنين عايز يجيب ثلاثه اربعه بتاع الاهلي ما بقاش كده الاهلي يجيب واحد وبعدين تلاقي ال10 لعيبه رايحين بيدافعوا يعني ويكون بيلعب ايه مع احترامي يعني لكل الانديه بس بيلعب طبعًا. مش عايز اقول اسامي بس مثلا ايه السابع التاسع العاشر على الدوري يعني ما فيش كده تمام الموسيماني اخترع موضوع الاهلي يعني انا لحد دلوقتي مش مصدق ان الاهلي بيلعب فرق في منتصف الدوري بثلاثه ديفندر اه يعني يعني دي برضو جديده ده الاهلي اللي هو بتاع الاثنين راس حربه تمام. ومش عارف ايه يعني صح <تص> تعالى كمان تغييرات هو عنده مشكله كبيره في التشكيل والتغيير قبل, قبل التغييرات لان انا بس يعني سمعت جمله الانتقادات اللي انت قلتها على موسيماني وانا متفق معاك طبعا ما فيش حد كامل عشان برضو ما اقعدش دافع دفاع اعمى عن موسيماني بحيث ان انا ابقى مش منصف يعني طبعا فكره ال ال اخر ربع ساعه دي اللي جابت لنا ضغط وسكر وبتاع دي انا معاك فيها وربما لعدم معرفته بطبيعه اللاعب المصري موسيماني وبطبيعه اجواء الدوري ال لا هو بيجي ماتشات بصراحه الماتشات الصعبه بيأديها كويس او كويس ما هو يعني ده شكل. ده يدلك لكن في الماتشات السهله ما انا بقول لك ده يدلك إنه هو لسه ما فهمش لا ما هو لسه ما فهمش دي برضه انا مش خد بالك خد بالك يا محمود انت سمعت له التصريح اللي قاله بعد ما خسر ما الدوري مش عجبني مش لسه ما فهمش لسه ما, لسه ما ايه ده راجل ليه ريس واخد التاسعه واخد بالك وعنده ثقه وبعدين معاه اثنين مساعدين معاه كان كان معاه معاك مساعد بس هو زي ما انت قلت هو خبير ومعاه افريقي ومعاه لا معلش بس, بس الدوري المصري له يعني انت بس بس مثلا لما تيجي انت بعد ما رجعت من افريقيا العشره أوه. خسرت كام نقطه ما لهمش اي لازمه غزل المحله يا صدر مش عارف كل فرق العالم بيحصل كده اللي هي أنا بعد ما انت لو بتلعب بص لازم يحصل دروب بص يعني مثلا فاكر مره جوزيه خسر الكاس امام المقاولين آه, يعني اه فاكر لما شادي محمد خد جون آه بان لكن كلنا كنا طالعين راجل الراجل بيغامر بيلعب كوره حلوه ما حدش بيقول يعني ما حدش قال لا بص وخسر كتير برضه جوزيه خلينا منصفين بص اولا الكلام اللي انت بتقوله ده في نهايات عهد جوزيه فكان في ميراث وتركه تسمح لجوزيه انه يعمل معانا ثم آه. احنا كنا ان دهنا مع جوزيه آه. يعني كنا مسحورين بسحر جوزيه يعمل اي حاجه كان ساعات بيهجس في النص جوزيه ساعات كده حاجات صغيره هو جوزيه كان كان مغامر بس كان جريء بس كان, كان كان عنده شخصيه الاهلي يعني كل اللعيبه دلوقتي تسمع بركات واسلام الشاطر امال آه. كل اللعيبه تقول لك يوم 6 1 ده بعدنا اه وده الفرق بقى يعني جوزيه لو في ماتش الزمالك الاخير مع احترام الكل الزملكاويه صح انت عارف النتيجه كانت هتبقى كام صح, <applause> صح يعني, يعني, يعني 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 وكل الناس رغم ان الاهلي كسبان خمسه بس كل الناس يعني لا احنا حتى حملنا مسؤوليه ان النتيجه اه المفروض كانت ده, ده فرصه تاريخيا انت واخد 3 صفر في الشوط الاول المفروض فده جوزيه فرق كبير هو يمكن احنا طب قماشه اللاعبين عشان عشنا عمر طويل برضه مع جوزيه طبعا فطموحنا وبعدين قماشه وبعدين جوزيه موسيماني مدرب جبان مش مغامر واخد بالك هو دايما يميل للدفاع ودايما يركز اللعيبه في النص وعنده شويه لعيبه كده اسماء لو عملت ايه يعني, يعني 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 مثلا اقول لك يعني مثلا ما عندوش ما عندوش يعني زي زي كده ممكن تلاقيه يغير او انا ما بيغيرش مركز في نفس المركز جوزيه غير مركز بمركز يعني يسحب لك واحد من الدفاع ينزل لك واحد مهاجم العكس بتاعه الحاجه الثانيه جوزيه مغامر يعني انا فاكر بتفرج على جوان قريب في ماتش كده مش فاكر كان الاهلي الاسماعيلي اربعه راس حربه على ابراهيم بايت اه وسامح على وعلاء حسن مش عارف ومين وعماد يعني مش فاكر كانوا مين وبين خالد بيب أربعة راس حربه صح واخد بالك آه جوزي ما اسمه ايه ده موسيماني ما عندوش المغامره هو وبعدين بقى انا بخاف منه اخر ثلث ساعه وما اعرفش بيحصل له ايه بيتلخبط ويقعد يعمل تغييرات بقى بلاش علاقه بالبتاع غريبة وتقعد انت حاطط ايدك على قلبك لحد ما كناش كده الاهلي ما كانش كده بس آه انا بس عايز اراعي نقطتين النقطه الاولى قماشه اللعيبه انت بتتكلم على جوزيه كان معاه مثلث او مربع ما فيش منه دلوقتي متعب وفلافيو وبركاته وتريكا مم. وورا جمعه والحضري في عزه مم. فانت بتتكلم على قماشه لعيبه مختلفه تعمل بيها اللي انت عاوزه تعمل بيها اللي انت عاوزه فعلا آه، انت بتتكلم دلوقتي على موسيماني ابتدى ابتدى يلعب بالسكواد شويه اللي نفسه فيه من ساعه ما جاب بيرسي تاو و... وعمار وعبد القادر وكذا دلوقتي تقدر تحاسبه شويه السنه اللي فاتت ما كانش عندك لعيبه قدام يعني يعني بص موسيماني السنه دي ما عندوش حجه صح انا خلينا متفق معاك بس انا معاي. عايز اقول لك مثلا اتفرج على اول ماتشين كان الاهلي بيلعب فيهم كويس او اول ثلاث ماتشات اه بعد كده الدنيا بدات ايه تريح يمكن بس ماتش سموحه اللي عملنا فيه يعني يعني لا ليه انت عملت أوشين. ماتش الاسماعيلي كويس قوي ماتش الزمالك كويس قوي ما عدا الجزء الاخراني برضو اللي عمل كام باك فيه للزمالك بسبب تغييراته آه. واخر ماتش طلع لعبته كويس طلع لعبته كويس وبعد كده بقى لعبت ماتشات غزل ماتش المحله في البنك الاهلي بس غزل المحله والبنك الاهلي البنك كده كده السنه آه. آه. اللي فاتت وغزل المحله و... و... يعني آه. طبعا الاهلي الاهلي السنه دي يعني خط طاره انا حجه من كل اللي علمه عليه السنه اللي فاتت صح يعني يعني من اول الاسماعيلي والزمالك وسموحه والطلائع مزبوط. كل وغزل المحله كل دول علموا عليه السنه اللي فاتت يعني خططوا وبتاع لكن آآ آآ انا حتى كمان مش عاجبني اداء موسيماني في تصريحاته وان كل شويه يطلع تصريحات كده يعني ليه؟ غريبه على الاهلي الاهلي ما كانش عنده كده الاهلي ما كانش عنده يعني انا عشان كده قلت لك لسه بيطبق الاهلي الاهلي مدرسه الانضباط اللي هو المدرب بيجي بيخش المؤسسه بيخش مكنه فيش حاجه اسمها ده مدرب بيحب يتكلم ده مدرب ما بيحبش يتكلم ده مدرب <applause> انت انت مش عارف ليه عندك نوع من الظلم شويه والقسوه على كذا مقارنه انت طول الوقت حاطط جوزيه في دماغك طول الوقت حاطط مانو جوزيه في انت لا وحتى قبل جوزيه يا ريس ده مانو جوزيه كان بيقول بلاوي وقبل جوزيه كان بيقول بلاوي و... و... لا افتكر جوزيه نا... و... سيبك من كل الناس دي افتكر تصريحات جوزيه خصوصا اللي كان بيعملها في الحرب النفسيه بينه وبين الزمالك وما بين يا نهار ابيض ين ده كان بيخرج عن السياق وبيروح عن كذا بس في النهايه الناس كانت بتقبل منه اللي بيسويه. آه ما كانش بيخرج عن السياق على النادي يعني ما يقولش مثلا انا عندي عروض في الخليج وانا عندي مش عارف ايه على فكره ما قالش قيل مش يعني بقول لك والله انت محمله زياده لا 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 انا قيل على لسانه لكن هو ما قالش بس بس بس. انا يعني مثلا انا برضو نفس الراي ده كنت قلته لزميلنا اسلام صادق في تن قبل حسام البدري اه وقلت له راي ان حسام البدري فاشل فقال لي انا بختلف معاك قلت له ماشي اوكي بعدها بثلاث ايام حسام بدر اتشال مش بسبب كلمتي طبعا اكيد لا. لكن يعني لكن لكن لكن, لكن لا موسيماني وجهه نظر لا انا متفق معاك لما تيجي تقول لي على النتائج اوكي لما تيجي تقول لي على النتائج انا موسيماني بيتعاملوا على النتائج تعظيم سلام طبعا. بس لما تيجي تخسر الدوري بالطريقه اللي انت خسرتها وبعديه تخسر الكاس طبيعي. من الطلائع طبيعي السوبر, السوبر. من الطلائع لا يعني فرقة في فرقه في الكون بتكسب كل حاجه يا استاذ لا مفيش بس في فرقه بتادي على فكره انت قد ايه ولما يتقد لا في الطلاق انت ما... ما يعني ما... لا لا ماتش ثانيه واحده طبعا ماتش الطلاق ثانيه واحده بس سوبر الخطيب عمل لهم غرابه ليه لما عملش عشان الخسارتين جم ورا بعض ففي حزن على الجمهور ايوه, أيوه طيب ما الخسارتين جم يعني إيه انا اتفرجت على ماتش السوبر ثاني يوم بهدوء بهدوء اه تعظيم سلام سلام وشابول عبد الحميد بسيوني وفرقه الطلائع عملوا تنظيم دفاعي ممتاز وكذا بس التوفيق كان عامل اساسي انت مضيع ست جوان بس انت عندك مشكله مع واحده منهم كانت مع تخش مع موسيماني وكنت سمعت الكلام لا ده لا انت الأمور. عندك مشكله مع موسيماني مم. ان الفرق اللي بتعمل تكتل دفاعي تبقى عندك دايما معاها مشكله الفرق اللي طبيع. بتلعب جيم مفتوح ممكن انت بتاخد وعلى فكره ده طبيعه الامور اي فرقه في الدنيا تحب الملعب الفرق كبيرة تحب الملعب المفتوح آه. كل مره هتلعب البنك الاهلي كل مره عشان كده عشان كده لو تلاحظ موسيماني بينجح في الماتشات الصعبه الكبيره الماتشات الصغيره عشان كده انا يعني يعني ما خدش الدوري لكن طيب. مثلا ياخد بطوله افريقيا ياخد مثلا يعني ايه عنده ياخد طب هسالك سؤال بما انك كوير عارف ان ده موجود في الكوره اه. ما يفرقش معاك كمان انه مرزق هو مرزق طب ودي حاجه وحشه هو مرزق يعني اجيب لك مدرب, مدرب مدير اجنبي انا هتلاقي في البوستات قول مجتهد قول مرزق طيب بس ما تقوليش انه يعني احب اجيب لك مدرب مدرب. مدير فني اجنبي بيقول بابا وماما بس نحس لا ولا في يعني اخطاء ومرزق يعني دي, برضو دي مدرسه دي مدرسه في الكوره آه في النهايه احنا بنتفرج على الكوره عشان نستمتع يعني واخد آه. فانت مش مش بتفرج على الاهلي عشان الاهلي ياخد بطوله وخلاص وانا بقول لك احنا ياما الاهلي خسر بطوله لا مش قصدي بس, بس انا بس تطلع محترمه ان التوفيق والحظ لازم يبقوا ملازمين لفرقه عشان آه تاخد بطوله هو هو مرزق طب ودي حاجه حلوه <تصفيق> بس بس <تصفيق> حاجه حلوه بس جيت في الدوري لبست وجيت في كاس سوبر لبست ما الدوري ده ما كانش يضيق الدوري بتاع السنه اللي فاتت ده ما كانش يضيق انا عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي <applause> بجد اه يا استاذ ان انا النهارده اكتشفت ان الاستاذ محمود اهلاوي اهلاوي, أهلاوي زي ما بيقول الكتاب كل اهلاوي جواه طمع مشروع بس مش موجود في الكوره اللي هو انا ما اخسرش كل بطوله لازم اخدها، ما فيش حاجة اسمها ان الكرة مستديرة وان ما فيش فرقة في العالم ما بتخسرش وان مش كل البطولات. كل الكلام ده يتقال كده وممكن يكتبه في الصحافة وبتاع بص عشان بص ايه بص الاستهلاك الاعلامي, الاعلامي. لكن من جواه ما فيش حاجة تروح بيني. عشان كده عشان كده انت في الاول قلت انا فخور إن اهلاوي. اه طبعا. واخد بالك ليه بقى؟ الاهلي ما عندوش حجج الحكام وانا زعلت منهم السنة اللي فاتت انهم اتكلموا في حجج الحكام حتى لو موجودة. آه. ما عندوش حجج الحكام. ما عندوش حجج بقى الحظ والبتاع, والبتاع الـ لا الـ ولا اهلي ولا ضايع ولا عنده ولا عنده حجه مش عارف المؤامره <applause> والمؤامره الكونيه ولا بتاع الاهلي <applause> ما بيلعبش الناس كلها تصب لعنتها على مجلس الاداره واللعيبه والمدرب خلاص ما لهاش حل ثالث ما لهاش حل رابع ولا ما يقعدش بقى يقول لك الكره عمل ومش عارف ايه والمنظمه الصهيونيه <applause> العالميه عمل ما عندوش الكلام ده, <applause> أو, ده. او احنا اتعلمنا كده او اتعودنا على كده في الاهلي فالاهلي آه لا يعني الاهلي مثلا لحد دلوقتي انا رايي ان لازم كان يعين مدرب مصري الموسماني ما انت بتقول راجل ما بيقول انا ما اعرفش مصر طب خلاص ما يجيبوا له مدرب مصري يعرف مصر كان وعنده شخصيه مع اللعيبه وعنده شخصيه وعنده شخصيه مع اللعيبه أه لكن شايف أه ان سعد حفيظ مش كفايه مش كفايه مش مقتنع بيه برده بس يعني ماشي اوكي سبحان الله مع انه يعني انا شا... بقول لك انت لو اتكلمني بالنتائج لا لا ماليش دعوه بالنتائج لا لا آه. النتائج هحملها للجهاز الفني اكتر واللعيبه طبعا مهمه مدير الكره مهمه لكن ده انا عايز اقول لك ان في انديه كتير ومنهم المنافسين المباشرين يعني آه. بيحسدوك على مدير الكره بتاعك لانه بيعرف يدير الحرب النفسيه مع المنافسين بشكل ممتاز اداره الحرب النفسيه دي انا معاك 100, -100 و... كويس فيه. دي مهمه جدا بس دي اداره الحرب النفسيه لما كان عندك حد تاني كان بيقول كلام تاني فلما جت الدنيا هديت خلاص ما انت مش جاي مدير كوره يدير حرب نفسيه يدير حرب نفسيه للقناه لا, لا بس لا واحد من ادواره واحد من ادواره ماشي بس انت في النهايه يعني انت عندك مشاكل آه وموسيماني برضو يركز مع لعيبه قوي ويركز يعني انا انا تقديري واقول لك اربع اسماء لو بيلعبوا مع موسوماني آه كان زمانهم نفعوا في المنتخب في كاس العرب اتفضل بالك رامي ربيعه محمد محمود احمد عبد القادر كهرباء لو الاربعه بيلعبوا في الاهلي كان زمانهم دخلوا كاس العرب طيب ملا. وافادوا المنتخب انا هتفق معاك تماما في اسمين وهختلف في اسمين مين الاسمين؟ آه انا مش مقتنع ان كهربا عايز يحجز مكانه هو ليه نفسه ليه اذا كان الكابتن الخطيب نفسه قال لك ملتزم وبتاع يا فندم انا مش علاقه بالتزام انا ليه علاقه مم. ان انا ما بينزل وخد فرص في نهايه الدوري اللي فات وبدايه الدوري ده والحقيقه ده مش كهربا ولا حتى فولت واحد من الكهرباء معلش ممكن أعمل. هو بيبدا لا بيبدأ ير حلوة مش فولت واحد <applause> <applause> ولا نص فولت وعبد و, آه و... محمد وربيعة آه. مختلف برضه معاك فيه ربيعة عنده مشاكل دفاعية كبيرة كبيرة خصوصا في طريقة أربعة عنده مشاكل كبيرة هو طبعاً ابن الأهلي وروح وقوة واندفاع بس عنده مشاكل في التغطية والتمركز شديدة محمد محمود أنا شايف إنه طبعاً الرباطين الصليبيين حظ سيء أه جدا لعب وديه بس ولد هايل فانا آه. معاك فيه وعبد آه. القادر طبعا انا رايي انه هيبقى اساسي في المنتخب الاول اه كبير. لا وخلي بالك انت برضو عندك كام لعيب و... وعمار حمدي كمان انت عندك كام لعيب انت ما بتدركش قيمتهم الا بعد ما بيطلعوا بره ودي مم. عمليه صعبه يعني طب كمان. انت ينفع السوليه ما يبقاش عاجبك او مش هو ده محطك بص 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 السوليه طبعا في كاس العرب متالق جدا لا وفي الاهلي ده مسمار مهم جدا هو لا هو هو الموسيماني لو بيدور اللعيبه واخد بالك هيبقى فيه حميه لكن سوليه احيانا له ماتشات لا ت... لا ت... لا يعني ايه تحس ان ان لا مش معانا خالص انا معاك هتقول لي ما كل لاعب معرض لكذا أوه. لا بس احيانا بتبقى كتير اصل سوليه ده ما ينفعش يجلي ده راجل عنده خبره ما عندوش عذر يعني مثلا عمار حمدي هتقول لي ما عندوش خبره مش عارف محمد محمود ممكن, ممكن خبره لسه راجع من اصابه لكن ده ما ينفعش يجلي لان ده بس ينفع يبقى اوف المستوى مجهد بعد أيوة سلسله مباريات طويله انت دي, دي, ما مشكلتك أيوة في مش دي مشكلتك في أيوة التدوير دي مشكلتك في التدوير غلطته طيب غلطه يبقى طيب المدرب, طيب المدرب لكن ما ينفعش اصب أنا, انا لعنتي المدرب يعني عليه المدرب المدرب عنده يعني يعني برضه جزء من المشكله ان انت السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها الاهلي قعد بقاله يعني احنا من يوم عماد متعب ما عندناش راس حرب عدل الا محمد شريف ومحمد شريف ده اكتشافه مش موسيماني اللي اكتشفه اللي اكتشفه حلم طلال والحقيقة مش راس حربه كمان صريح بالشكل آه يعني التقليدي يعني. آه يعني احسن من كل آه اللي عنده لكن بقى بواليا والاهلي <applause> الاهلي خد يعني خد مقالب جامده في لعيبه الفتره اللي فاتت مظبوط آه ودي برده من الحاجات يعني انا مثلا اقدر اقول لك الزمالك كان بيبقى عنده لعيبه ممكن افضل من أهل العيبة الاجانب اللعيبه الاجانب اه واخد بالك بن شرقي ساسي مش عارف إيه. مظبوط لكن الاهلي خد مقلب في لعيبه كتير قوي ما تعرفش مين اللي جابهم وجابهم ازاي وجابهم في ظروف غبضة اه والي تاني أو... كان اسمه ايه بتاع جنوب افريقيا ده مكادي ده ولا ما اعرفش ك... مكا... مكلاني ولا حاجة مش فاكر اسمه ايه الواد اللي كان سريع قوي ده على الفاضي آه. باكماني مليمبي ده كان بتاع جنوب افريقيا آه. اللي جه بتاع سان داونز و... و... والتاني جيرالدو يا سلام آه. على جيرالدو اه جيرالدو ده لا شمال اللي جابه <applause> اللي جابه لازم ي... يتحاسب واخد بالك و... والراجل الطويل ده كان اسمه ايه؟ بادجي بادجي برضه وبعدين لما جم بقى عملوا بوالي خلي بالك الاهلي ما بياخدش لعيبه اجانب من الفرق الثانيه في الدوري دي ما بيعملهاش عاده الا لو هياخد من الزمالك صح لكن الاهلي ممكن من المرات القليله اللي ياخد خد بوالي مجدودة. طبعا عشان مزنوق وبتاع مش عارف وفي النهايه بوالي ما عملش حاجه مم. والمدرب لو تفتكر برضه من اخطاء المدرب رماه وراح مع عاد شريف صح طب ما انت هو متفق معايا امال ايه بس في ايه؟ على فكره <applause> الواضح زي الشمس ما فيهوش هزار لكن آه. في في خد بالك في الكرة في حب وكره يعني في انت خلاص انت قفلت ناحيه موسيماني لو انا قعدت احلف لك على المايه تجمع بانجازاته لا 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 أنا أنا او مزاياه مش هتقتنع زي ما بقول لك انا موسيماني انا من الناس اللي رحبوا بيه وكنت شايف ان ده قرار يعني انت دلوقتي مرحبين. لو مسؤول في لجنه الكره في الاهلي او رئيس مجلس اداره الاهلي تاخد قرار برحيل موسيماني لا اجيب له مدرب مصري عنده شخصيه وقوي مدرب عام مصري يخبطوا مع بعض مش يخبطوا يساعدوا ما انت عارف يا استاذ محمود انه ما فيش مدير فني محترم عنده شخصيه هيسمح بالتدخل استشاره بالتدخل اه بس على الاقل عشان تجيب مدرب قوي عنده شخصيه يعني انت عايز تعمل بيه مش ايه؟ مش انت بتقول الراجل طلع وقال انا معرفش في الدوري ما اعرفش قال أنا, انا فهمت انا ما كنتش عارف وعرفت <applause> <أنا> لا كلام <applause> لا لا واضح ده, ده كلام لا ده كلام ما. قال لك انا كنت لسه ب... بتحسس هو الاهلي فيه هو الاهلي فيه يتحمل ان مدرب ما كانش عارف وبقى عارف ما خلاص عرف اهو ما يتحملش مش انا اتفقت معاك انه هذا العام موسيماني بلا اعضاء يعني انت شفت خساره الدوري دي حاجه عاديه؟ لا طبعا اتقهرت وقعدت بالليل طيب يعني بس عرفت شفت خساره سوبر الطلائع قدام السوبر قدام الطلائع دي حاجه عاديه لا دي شفتها عاديه شفتها ان مباراه 90 دقيقه اوت اوف مع بعض الاخطاء لازم يادوا الكده مع بعض الاخطاء طبعا طبعا ما فيش في النهايه يعني حاجه بيرفكت لكن ال 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 التحميل قوي قوي صعب يعني انا انت بص الاهلي الاهلي الفتره اداؤه في أفريقيا, افريقيا بصراحه عندي يشفع لي اداؤه في افريقيا وبالبلدي كده عارف واحد صايع افريقيا اللي هو عارف الحكام فعارف طيب انت شايف مش عارف شايف ايه ان, طيب ان شايف ان مكسيموني هضيف للاهلي على الكام شوط اللي انت شفتهم لعبهم دول ولا مش مين؟ مكسيموني آه والله مكسيموني آه انا كنت شايفه مع سيمبا آه شايفه آه كان نجم سيمبا وكان هو اللي مدور الفريق وهو اللي لسع الكره في الشناوي الجون اللي خسرنا ثلاثة بونت هناك في دار السلام آه والولد صغير الولد 19 سنه و20 سنه فادي الوقت ادي وقت خصوصا ان انا مش معتمد عليك اساسي بس يبقى نفس للشحات الشحات الحمد لله رجع اخيرا افتكر الكوره آه، افتكر الكوره, اللي كان بيلعبها في الامارات مم. فانا قصدي انه طب عايز اقول لك على حاجه برضو خلينا نعترف ان باستثناء رمضان صبحي مثلا واحمد فتحي آه. الفرق بين فايلر وموسيماني انت تحس ان فرقه تانية خالص اللي بتلعب أه مع صح. ان احنا ما يعني صح. ما فيش تغيير كبير في هيكل اللعيبه واخد بالك لكن تحس ان فرقه ثانيه خالص فرقه ثانيه خالص غير اللي كانت بتلعب بزبور. يعني يعني برده عندك مثلا مشكله الشوط الاول يعني انا مش اعرف الاهلي ما بيلعبش ليه في الشوط الاول الاهلي ده المفروض فريق بينزل للفوز في كل المباريات المفروض فالمفروض ينزل الشوط الاول ده يعني فين الاهلي عدد اهدافه او عدد فوزه في الشوط الاول مرات قليله جدا منها فريق الزمالك منها ماتش الزمالك لكن دي حاجه غريبه عكس مثلا بايدا بايدا ده احنا كان بيطلع الشوط الاول كسبان 4 0 ايوه صح, ف... صح ف... ف... وكان في كوره وفي جمل وفي تحركات وفي يعني يعني حركات كده بتشوفها في, في الملعب بس والله بتت... انا معاك مش حاجه بس المهم ما نخسرش الدورة اخر لا <applause> لا ما تقلقش <بتاعت>. ما ان شاء الله بكاس كاس العالم الانديه بس لعيبتنا بس ما تتصابش <applause> انا مش عارف الفرقه اللي داخله عليهم في كاس العرب بتصيب لعيبه الاهلي بس في المنتخب <applause> الشناوي يعني وحمدي فتحي وايمن اشرف اه ايمن اشرف ثلاثة أعمدة آه، آه، مهمين أوبا. جدا آه، حمدي فتحي انا قريت لسه من شويه أنه هو يعني 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 ممكن يلعب اه يا رب لا يعني ان شاء الله يبقى كويس المنتخب وكويس لازم احمد حجازي الشناوي آه. ده اللي بيتصب في توقيتات صعبه قوي الشناوي يعني برضه دي مشكله عند الاهلي كبيره طبعا الاهلي ما عندوش ودي مش فكر المدرب بقى يعني يلوم على اداره التخطيط او اداره الكوره ان انت ما عندكش بديل تاني انت بتقعد تحط ايدك على قلبك اول ما الشناوي ده مع يعني ان علي م... لطفي والله لما استعنت بيه ماتش الزمالك سد الدوري اللي فات الدوري اللي فات بس من ساعتها ما يعني لعب كذا حاجه تاني ما, ما هو, ما هو يعني وضع صعب بس انت بتتكلم برضه على فرقه الاهلي الاهلي يا جماعه ما يحتملش ان يبقى الفرق بين مستوى الحارس الاول والحارس الثاني انت برضه صعب قوي محمود تقنع دلوقتي اللي حارس كبير تقول له هتيجي تقعد على الشناوي ما مش... هو انت مش هو عارف مش هيلعب على الشناوي فانت بتقول له وانت نجم فرقتك انت هتيجي تقعد دكه الوحيد اللي عملها نادر السيد زمان مع عصام الحضري اه <مع> وما اعرفش وافق ازاي بس تخيل انت واحد من النجوم الكبار في حراسه المرمى دلوقتي وتقول له الاهلي جاي هو عارف انه جاي يقعد احتياطي ومش هيشوفها طول ما الشناوي يا بص مثلا عايز اقول لك على حاجه برضو من الحاجات اللطيفه عشان اكد لك وجهه نظر قارن موسيماني بكروش كروش اكثر مغامره معاك اكثر حسما آه، بيقدر ي... يعني يعني انا بصراحه عجبني يعني آه، حتى في مساره في تغييراته في وعنده شخصيه وبيفرضها وعنده شخصيه وبيفرضها بس كفايه علينا ان رايك ده لا لا ده حقيقي آه. حقيقي طب أفضل. انت قلت ان حسام البدري فشل مع المنتخب الاول حسام البدري يعني ده احد اسباب من وجهه نظري آه. احد اسباب انهيار الاهلي يعني الفتره اللي مسك فيها دي مشى لعيب ده انا كنت لسه هسالك اهو بعيدا عن قرارات البشيان والاتيان بس حسام البدري مع الاهلي تقريبا كسب كل الدوري اللي كان بيلعبه وكسب افريقيا يعني بالنتائج 100% لا هو وصل نهائي افريقيا ما كسبش اللي كسب افريقيا بقى محمد يوسف اللي كان لا لا زي حسام بلدي كسب افريقيا كسب مرة ده هو اتقال لك ان ما فيش حد مسك الاهلي وما كسبش افريقيا يعني جوزيه ثم خالفته حسام ثم خالفته يوسف ابص يعني انا تقديري لو هتكلمني عن دوري جزء كبير من اللي هي بتاعت الشهداء لو تفتكر آه اللي هي ماتش الترجي اللي 2012 ده اللي عظمه 2 2 هناك 2 1 قصدي هناك آه يعني انا حسام بدري مش مقتنع بمدرسته في التدريبيه اه يعني هو كمان حتى في التعامل يعني مثلا لك ان تعلم ان حسين الشحات ده اتعرض على حسام بدري من وهو صغير وهو كبير وفي الحالتين رفضه آه لك ان تعلم مش عارف مين لسه برضه قاري حد قريب امبارح مم. لسه قايل ان احمد السيد مش عارف قال عرضت مين على حسام البدري وقال ورفضه لا انا عندي تحفظ وبعدين عنده تحفظ ضد النجوم يعني هو ما بيحبش النجوم لا انا عندي تحفظ كبير على عكس مثلا جوزيه جوزيه كان يحتوي النجوم اه ويسخرهم للفرقه صح يعني يعني جوزيه مثلا علاقته بتريكا ولا ببركات ولا بمتعب كانت يعني متعب بيقول لك انا جوزيه قال لي انت 10 ايام انت مش معايا ليه؟ قال لك عشان اتنرفزت والكاميرا جابتني وانا خارج، فقال لي 10 ايام، قال لي واضح معايا 10 ايام. مجرد ما نزل رجعت راح ملعبني، مفيش بقى ايه خلاص بقى يعني وشايل مني وبتاع وشايل مني وبتاع، قال لك بس كان واضح معايا، قال لي. صح. لا انا عندي تحفظ وحيد على حاجات في حساب البدري القصه بتاعت الانسجام دي. ان اللعيبه الجديده وبتاع لازم تقعد ستة اشهر آه لحد ما تنسجم. اه, آه. والحقيقه في الكوره خلاص ما بقاش في كده احنا شفنا عبد الله السعيد رجع من الطياره على البطار على بيراميدز جاب جول وشفنا وشفنا اسمه ايه ده بيرسي تاو وشفنا نماذج آه, آه, آه. اه, ودي برضو احيانا يعني باستثناء بيرسي تاو احيانا مدربين كتير مصريين آه بيميلوا لفكره الانسجام لفكره الانسجام, الانسجام يعني الانسجام برضو خلي بالك مثلا انا عايزك تفكر في ماتشات كتير انت عشان يعني آه. بتتفرج على ماتشات انا متاكد هيبقى يعني عندك الشعور ده الاهلي في ماتشات كتير في اخر تلت ساعه اقسم بالله ما تعرف مراكز اللعيبه ايه ايوه صح <applause> ما تعرفش مين بيلعب فين ولا مين هو تحس ان الراجل بينزل احسن لعيبه عنده وخلاص لا هي يالله. اخر ربع ساعه بتفك منه مش, بتفكي منه مش عارف بتفك منه ما ليه بيتلخبط يعني. بيعمل ايه مش بيحس مش عارف او أيه فاهمينه ان الماتش 75 دقيقه بس والله اخر ربع ساعه بتفك طب خلاص اتعرفت لا 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 بس انا شايف برضه انه هيكمل مسيره ممتازه وهيحقق أهدافه والقاب خصوصا طول ما انت بتدعمه بلعيبه كويسه الاهلي ما ينفعش تبقى قماشته فقيره في اللعيبه ما الاهلي كان عنده مشكله الاهلي عنده مشكله كان عنده مشكله وعندوش رصان علي بواحد. ما عندوش ولا صانع واحد ما عندوش اللاجون جون واحد أيوه، ما عندوش الا باك شمال واحد ما كانش السنة عنده باك يمين يعني السنة اللي انا رايي ما زال رايي ان محمد هاني عكس برضو كل الاراء المنتشره آه. في البتاع ان محمد محمد هاني يا جماعه 27 سنه ولعب اكتر من 200 مباراه وناس يقول لك ليه مستقبل ناشئ. اه وليه, وليه مستقبل مستقبل ايه بس يعني تا... فما برضه لا فوق... انا بكلمك على برضه من اسباب الد... عشان ما احملش كل حاجه لموسيماني السنه اللي فاتت واحد من اسباب الضياع الدو... الدوري في الماتشات الحساسه الاخيره ان انت ما كانش عندك آه... لا بدائل يعني مثلا انت استحملت حسين الشحات السنه اللي فاتت كان في اسوأ مستوياته اه وكان كل المباريات بيلعب اساسي ال 90 دقيقه ما كانش عندك بديل انت... انت... فاضطريت تستحمله وكان مع كامل احترامي بس انا شايف ان امكانيات طاهر لا طاهر اقل من الاهلي اقل من الاهلي صح موسيماني مش مقتنع بكده برضه لا ليه؟ موسيماني اقتنع بده اخر ثلاث ماتشات يا باشا لما لقى البديل يا باشا لما لقى البديل لا طب بص اقولك على حاجه ثانيه طب ثانيه واحده احنا انت فرق معانا احنا فرق معانا السنه اللي فاتت كنت تلعب مين؟ معلش ما عندك غير الشحات وطاهر وفي ظل مستواهم ده وكان عندك كهربا انت يا باشا مش بيلعب على سطر ويسيب سطر طيب عندك علي معلول السنه اللي فاتت برضه غيابه فرق كتير وانت ما عندكش صح. يعني مع احترامنا لمحمود وحيد بس ما عندكش الفرق فرق كبير صح واخد بالك ده برضه فرق مع الاهلي انا نفسي بقى كل ده تحطها في كفه موسيماني مش ضده حطها انت خلينا انا ما خليك انت في الكفه اخر الموت اه بالظبط اتفقنا على الاعجاب بكروش وانه يجي منه قوي اه لا راجل مغامر مش اي ما شاف جاب لعيبه في ناس احنا اول مره نسمع عنها صح ومع ذلك خد بالك انا واحد صاحبي قال لي فكره رغم ان انا متفق معاك ان هو مغامر وجريء وعنده وبتاع بس واحد صاحبي من اللي دايما بيحبوا يفتصوا قال لي خد بالك ده في منتهى الذكاء والنصاحة سيبك من المغامر وبتاع، هو واخد لعيبه مش معروفين وما عندهمش خبره وما عندهمش كذا. ايا كان اللي هيعملوه هو مش هيلام، يعني لو عملوا حاجه زي ما بيحصل دلوقتي كده هيطلعوا بيه السماء وتقول لك ده مغامر وجريء وعظيم. <applause> لو فشلوا هرجع اقول لك يا جماعه انتوا كنتوا متوقعين من اللعيبه دي بس بس تعمل ايه خلينا يعني خلينا خلينا فقال لك دي جزء نصاحة حلو خلينا اقتنع أنا, انا من وجهه نظري ان الشعب المصري طبعا شعب كوير يعني بيحب الكوره كويس ودي ممكن ممكن تبقى دي مشاكل احد مشاكل الكوره في مصر يعني صحيح يعني ان انت عندك 100 مليون خبير اه لكن القصه كلها ان انت كمان طريقه اللعب بتعجبك ولا ما بتعجبكش يعني هو الراجل هيلعب هيخسر هيكسب دي قصه تانيه، لكن أوه. انت انت مبسوط ولا لا؟ مبسوط ولا مم. لا؟ حاسس الراجل بيحل ازمات ولا لا؟ بيعمل جمل ولا لا؟ بزماني. بيدي فرص ولا لا؟ بيعمل انسجام بيطلع لك لعيبه جديده ولا لا؟ الراجل كل ده عمله. بالك يعني سيبك بعيد يعني انت ممكن سيباني؟ أه لا كروش كروش أه عايز اطلعها على الزمني ما بالعكس مسلماني يعني فطت لعيبه يعني انا ما زال رايي يعني انت لا يعني انت لازم تدي فرصه لعمار حمدي لازم تدي فرصه لمحمد محمود مش. ما دول معاك السنه ده هو لعبت كام ماتش في الدوري لا, لا وانا انا سمعت ان هو عامل كورس تكثيف برنامج تجهيزي لعمار حمدي خلال الاسبوع اللي فات عشان بس هو غالبا مش محترم محمد محمود لانه دايما بيخرجوا بره ال 18 مع انه يعني انا اتفرجت على كام ماتش بعد لا محمد لمسته هايلة لمسته هايلة آه ولسه قاري النهارده ان الاتحاد بيحاول يعني ياخده من الاهلي لحد ربما الحمد. لو طلع اعاره ست اشهر ولا سنه موسيماني يشوفه زي ما شاف عمار وعبد القادر واقتنع عليهم دي برضه يعني دي من الحاجات اللي مش لطيفه من الاهلي ليه, يعني ليه ليه؟ انت ما بتشوفش ب... ولادك الا بره ما انت عشان عندك ولاد كتير مش هينفع تلعبوا كلهم. مفيش كتير ما احنا قلنا مفيش كتير. لا ده كان السنه اللي فاتت، السنه آه. دي بسم الله ما شاء الله، ده آه. احنا قلنا ان مفيش عذر. خلينا آه. نرجع لكروش. شايف انه ممكن يعمل ايه مع المنتخب؟ سيبك من كاس العرب، كاس العرب كل بص انا عندي انا رايي طيب ان كاس العرب كانت فرصه ذهبيه لمصر ولكروش ان هو يتعرف على الكره المصريه بشكل جيد ما يعملش زي ما يجي اخر السنه يقول لك فيش وده افضل تدريب وافضل تأهيل لماتشين بتوع كاس العالم. صح. ملك. فبالتالي الراجل دلوقتي جرب كل اللعيبه، جرب كل الظروف، جرب كل الاجواء ويعني ودخل معارك جامده جدا يعني طب هو السؤال هنا قال لك برضه من المفتصاتيه، قال لك احنا عملنا كل ده وفرحنا بالجيل الجديد، بس في النهايه اللي معروفين هيلعبوا هيلعبوا، صلاح هيرجع ياخد مكانه، لا, لا بس انت بس انت عندك بدايل. مم. ما انت ما عندكش بقى الاول لو واحد فيهم اصيب كنت بتقعد يعني تضرب اخماس صح, أخمس في صح. وكنت يعني ايه عندك الاسماء جاهزه وحتى بقى فيهم كبروا في السن عبد الله سعيد واحمد فتحي مش عارف اللي كبروا في السن كنت برضه بضطر اجيبهم عشان ما فيش دلوقتي بقى عندك بدايل دلوقتي صح. عندك بدايل وهي البدايل اللي بتحرك الفرق الكبيره لانك يعني مثلا الدكه, الدكة اه لازم الدكه لازم تبقى قوة اللي يعني الاهلي برده كان عنده ممكن مشكله سنة فاتت دايما في صح. الدكه يمكن السنه دي الدكه اتعدلت شويه لكن فيه. ما كانش عنده حد ينزل يحسم يعني وبعدين صحيح. اصعب حاجه في الفرقه انك ما عندكش حد ينزل يغير نتيجه مباراه مم. يعني احنا زمان لو تفتكر نعيشنا بقى اللعيبه اللي تنزل تغير بقى حازم امام وليد صلاح الدين الخطيب يعني ينزل يغير نتيجه طاهر ابو ينزل يغير نتيجه مباراه بس لكن اختلف والكرة اختلفت اه لكن دلوقتي يعني كل اللي بينزلوهم <applause> مدافعين يقول لك انزل بس حافظ على الجون <applause> طيب عشان نقفل الملف الرياضي اخر حاجه ليها علاقه بالكوره انه في انتخابات اتحاد كوره جايه اه النهارده بالصدفه كان فتح باب الترشح والحمد لله لم يتقدم احد النهارده في رأيك اتحاد الكورة يعني مين أفضل من مش لازم اسم لو أنت عايز تقول لي اسم طبعا يا ريت لو مش عايز تقول لي ممكن اسم قول لي آآ 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 هل وجه من الوجوه اللي مرت على الكورة المصرية خلال الثمان تسع سنين اللي فاتت ولا نفسك في وجوه جديدة تدير الكورة هل يفضل اتحاد الكورة ولا أنت مؤمن بفكرة رابطة الأندية الجديدة دي؟ طبعاً لا يعني احنا محتاجين طول الوقت نعمل ميرج ما بينهم بين اتحاد الكورة ورابطة الأندية بس رابطة الأندية طبعا عملت كام حاجة كويسة في الفترة بس اللي انا عايز اقوله في موضوع الكوره واتحاد الكوره يا جماعه احنا عندنا جيل جديد لو ما انتبهناش ليه كام سنه وما حدش هيتابع الدوري المصري ده خالص يعني م. يعني يعني لانه الـ الـ الجيل الجديد منبهر بالدوري الاوروبي صح فبالتالي مهتم بال اه على الشباب اه اللي تحت الشباب كمان اه فبالتالي لو ما عملتش بطوله منظمه ودقيقه ومواعيد محدده ونقعد بقى احنا في الهرتله الدوامه اللي احنا بنخش فيها والحق الحكم ده والحق مش عارف ايه والحق الفار ما جابش والحق الفار عطلان ده كلام يعني يعني على الزمن هيخلص الباقيه من الباقيه الباقيه من الناس اللي بتتفرج على الدوامة فالناس اللي تيجي لازم خلاص بقى انت لازم يعني تجاوزنا احنا احنا في كاس الامم الافريقيه سواء للشباب او للكبار انت آه، عملت حاجات كويسه ونظمت حاجات كويسه مزهور. وعملت حاجات انت شفت تذكرتي والانجاز وال... اللي عملته ما كانش حد يتخيل ان ده في مصر انك تروح تذكره في مقعد ب... ب... باسمك وبادارسك باسمك بكارت بتاع فده حاجات كويسه جدا آه، في حاجات بقى على مستوى تنظيم الكوره الماتشات واللعيبه وكده لازم تتحسن لكن للاسف آه، الاتحاد الكوره بالانديه سابوا اللي يدير الكوره السوشيال ميديا طبعا دي عندها كتائب انت عارف الجان الالكتروني طبعا, طبعاً. وبعدين يقعدوا بقى ده يخبط وده يخبط وده يخبط وده يخبط في النهايه المتعه بتاعه اللعبه بتتراجع لان عارف, عارف انا بحس دايما يا استاذ محمود انه في معظم الدوريات خصوصا محترمه زي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي وحتى على فكره انا متابع الدوري السعودي الدوري السعودي حاجه تفرح م. الخناقه والحماسه والاثاره والتحفيل وبتاع كله مم. في الملعب. مم. احنا عندنا الكرة بتتلعب بره الملعب. آه. بره المستطيل الاخضر مم. الكرة كلها بموجع دماغها بتصدعها الناس هناك بتتخانق جوه الملعب، احنا بنتخانق بره الملعب. اه لا و... بس طبعا برضو من الحاجات اللطيفه اللي هي فكره عوده الجمهور. يعني طبعاً. دي دي ده انجاز بقى... مهم. بص ودي هتعمل تغيير كبير في مفاهيم الكرة عند اللعيبه خلي بالك اللعيبه دي برضو لعبت ومحدش بيزعق له صح كنت بسمع صفافير اللي آه. هو لكن احنا شفنا يعني أيه. يعني اللي هو ايه و... العب يد يا ابن لا لا يعني لا, يعني لا على فكره مهمه جدا زيك مش شتيمه بس مجرد الصفافير مجرد التحيه أيوة مجرد طح. اطلع بره بتاع مش عارف آه. مش عايز حاجات كده بت بتخلي اللعيبه محطوط على التراك هو مش صح. مش تحت تقييم مدربه بس ايوه مظبوط بالك هو تحت تقييم بياخد الجمهور ياخد رد الفعل مباشره من بياخد رد الفعل على الهواء والجمهور ما عندوش عزيز يعني صحيح. هو الجمهور انت لعبت حلوة على دماغي ما لعبتش حلو خلاص صحيح. ف... فالدنيا آ... لازم الناس تنتبه ان الكوره آ... يعني محتاجه جزء من التنظيم وبلاش قرارات متضاربه وبلاش مواعيد متضاربه وبلاش آ... انحيازات بايخه وبلاش آه عدم ثقه ولا اصل مش عارف آه انا ما شفتش كبالة وانا مش عارف ايه يعني ونقعد بقى ناخد قضيه كده نقعد فيها شهرين ثلاثه كل آه كل شهرين ثلاثه كده عندنا فيلم نقعد نعيش فيه نعيش فيه صح اه لا المسؤول مسؤول المدرب مدرب مدير الكرة مسؤول انا يعني عايز اخلص كلام في الكوره بس الحقيقه النقطه اللي بتذكرها دي مهمه جدا لانه اعتقد في مصر بس الانديه اعلى سطوه وتاثير من المسؤولين عن كرة القدم لا اللجان الإلكترونية أعلى سطوة ما هي من تعتبر سلاح من, من الاندية؟ الاندية. مش سلاح الأندية ومظبوط مش تعتبر سلاح في إيد الأندية صدقني يعني أحيانا بتبقى سلاح وأحيانا بتبقى ضد ضد والأندية في كتير من الأحوال بتبقى بترضخ لصوت السوشيال طيب إزاي سلطة كرة القدم هي اللي تبقى سلطة بجد زي ما بيحصل في الدوري الانجليزي نادي مين اللي يغلط مدرب مين اللي بيغلط في ساعتها عقابه بينزل هو لازم يبقى عندك حد قائد قوي وعنده شجاعة وما عندوش حسابات بس هي دي وعنده عدالة لا لا هي دي ما عندوش حسابات لكن حسابات هيقعد بقى يعني ده اصل ده وده بس يا رئيس خلاص انت قلت الكلمة وبعدين محتاج المفتاح محتاج حسابات محتاج تاخد قرارات عنيفة في الأول محتاج تاخد قرارات عنيفه عشان المنظومه تنظيم تقول انا هنا يبقى اللاعب لاعب، مفيش لاعب بيطلع يتجاوز ولا لاعب بيتجاوز ضد الجمهور ولا بيتجاوز ضد زميله ولا بيتجاوز ضد الفريق الاخر. المدرب مدرب ما عنده مؤتمر صحفي يروح المؤتمر الصحفي مش يسيبه ماليش مزاج الحكم حكم ما بنشوفش يعني يعني في مشاهد احنا بنشوفها هنا يستحيل تشوفها في يعني اه في بعض التجاوزات لكن مش بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي، في ناس يعني بتبقى تقرب تمسك الحكم يعني صح. من, من التيشيرت طيب حنروح لفاصل ونسمح فيه للكابتن محمود سلام يخلع عباءة الكابتنه والكوره ونعود بعد الفاصل نتكلم شويه في الشان العام اهلا بحضراتكم ويتواصل الحوار مع الدكتور محمود مسلم ونترك الجزء الرياضي ونذهب الى ما اعتدتم الاستاذ محمود بيحدثكم فيه الشان العام وخلونا نبدا بالمجال اللي استاذ محمود يعني يعتبر واحد من خبراء ومتخصصية وهو مجال الاعلام باعتباره رئيس لجنه الاعلام والثقافه بمجلس الشورى وطبعا بيرأس تحرير واحده من الصحف الكبيره في مصر الوطن في تغير كبير حصل في المشهد الاعلامي المصري احنا شفنا من لو خدنا مثلا 10 سنين بتوع من 2011 ل 2021 احنا شفنا فتره من فترات الانفلات اللي كان امني وسياسي وانعكس على المشهد الاعلامي بشكل كبير بعد 2011 ثم شفنا توحد حلو حصل للاعلام خلف الدوله في 2013 ثم استمر شويه بعض السلبيات وبعض المشاكل في المشهد الاعلامي اخر سنتين ثلاثه لا في ضبط كبير حصل في المشهد على مستوى مش هقول الـ الـ الاتفاق او مستوى المحتوى لكن على الاقل على مستوى المسانده الوطنيه طبعا انا مايدك في شرحك للخريطه انت كان من 11 ممكن 14 كان في يعني فوضى اعلاميه او او خلل في المنظومه آه بعديها بفترة لما بدا يبقى في آه في بسبب بقى مم. اولا ال الهيئات اللي موجوده قدرت تظبط المشهد لان ما كانش في منظومه ما كانش في يعني مثلا لما كان حد عنده مشكله ما قدموش غير القضاء بقى ويقعد كام سنه لكن ما كانش في منظومه تروح تشتكي لها تاخد لك ترد تعمل آه تبعت ضوابط زي ما بيحصل في الهيئات اللي, اللي موجوده حاليا الأمر الثاني لما مالت الدولة الاستقرار فده بالتالي انعكس على الإعلام ما بقاش فيه الحاجات الخزعبلات اللي إحنا كنا صحيح. بنشوفها كل واحد عايز ي... الناس كمان مع مناخ الاستقرار بدأت الناس ت... يعني ب... يعني تفرز موضوع الزعامة السياسية اللي على الشاشات ده ما بقاش يعني يعني زي زمان يعني لأنك أنت آه ما آه الاعلام نجح في ايه الفتره اللي فاتت الاعلام نجح ان هو يواجه آه شائعات الاخوان مم. بشكل كبير في وقت صعب صح تفاكر عشان بس, بس الناس تعرف التغير اللي حصل لان دايما انا مؤمن بان المقارنه هي التي تصنع الفارق احنا فاكرين في عهد كانت القنوات الاخوانيه للاسف الناس بتلجا لها لانه كان في خلل هنا في المشهد الاعلامي لا هو انا يعني 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 في كل بحوث اللي انا قريتها عن استطلاعات الراي العام ما كانش القنوات الاخوانيه ليها مشاهده عاليه بس للامانه عشان برضه نبقى محقين هي يعني مش مشاهدة عاليه هي صوتها عالي هو الاعتماد على السوشيال ميديا خد بالك يعني الاعتماد على السوشيال ميديا في الترويج <applause> للي بتبثه الاخوان لكن يعني ما, ما اعتقدش ان مثلا في الا بقى لو اسره اخوانيه يعني اللي هو قاعد ده طبيعي. طول النهار بيتابع بتاع انا بقعد اسمع اصوات زي كده بس يعني انا شخصيا ما رصدتش ده حتى في في ممكن ناس كده كل فتره يقول لك انت شفت فلان عمل ايه امبارح بتاع لكن انت كنت امام اعلام آآ آآ الاعلام المصري مر بفترتين مرحله الا انا مش هرد على الناس دي إيه هم يعني ك كتاثير اقل من ارد عليهم وتغيرت الاستراتيجيه دي من 19 من 2019 للرد على الاخوان يعني هو يطلع إشاعة انت تروح تقول والله ما حصلش او تجيب مصدر يعني آه ما حصلش يعني لو بس انت طبعا كانت معركه صعبه لانك انت معركه انت ملتزم فيها بالقيم المهنيه والقيم الاخلاقيه وبقواعد المهنه مظبوط هو مش ملتزم باي حاجه من دي هو راجل بيطلع يشتم يطلع اشاعات يتكلم في الاعراض ويتكلم في, في اي حاجه, حاجة. يتكلم في اي حاجه لكن انت ملتزم زي ما بقول بالاخلاق مزبوط. ملتزم بقواعد المهنه يعني انت لما يبقى عندك خبر لازم تستوثق منه ولازم تجيب مصدر ولازم تجيب له صور ولازم أوه. تجيب حد يتكلم هو الراجل بيطلع انت بتحارب لك. بشرف في حرب اه قسمك مش لا الشرف. أنت بتحارب بشكل مهني هو راجل مش مهني هو راجل يعني يعني اصلا يعني انا دايما اقول الاخوان في الاول لما لما طلعوا صعدوا للحكم او هذه الجماعه الارهابيه الخائنه الناس اكتشفوا ان هم مش مش بتوع الاسلام قوي يعني يعني الاسلام كان بالنسبه لهم وسيله للوصول للحكم مظبوط بعد شويه الناس الاصعب ان الناس اكتشفت ان هذه الجماعه بلا اخلاق ان هذه الجماعه عندها سعاده تقول على اي حد اي حاجه صحيح, صحيح. بل... اي حاجه وما عندهمش سقف وحتى في خلافاتهم ما بين بعضهم احنا بنشوف بلاوي يعني 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 لا تدل يعني انت دلوقتي أنت كنت بتتمسح في الدين والناس اكتشفت إن إن أنت مالكش علاقة بالموضوع. الأخلاق مفيش، وحتى الإنسانية اللي هي المبادئ الإنسانية اللي متعارف عليها للعالم كله مهما اختلفت جنسيته متعارف عليها. لا مش يعني مثلا العالم كله مثلا ضد المرض، مفيش حد مفيش مريض وده أنا أنا هفكرك بمشهد حصل. مفيش حد مثلا في العالم يقدر يحجز دواء عن حد لانه مريض او 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 يختار مريضه يقول لا انا صح. مش هختار غير مثلا فلان اللي هعالجه وقبالك. الا الاخوان الاخوان لو تفتكر في احداث الاتحاديه وانا كتبت مقال على الموضوع ده كان في شاب قبطي كان بينزف والدكتوره واقفه وبتضربه برجليها في وشه واخد بالك تقالك مش فاكر اسمه مايكل اسمه المليان ده مش فاكر, مش فاكر. بهدلوه طب أنت حتى ساعتها قلت دي واحدة دكتورة آه المفترض إن هي تبع الإخوان آه فأنت الدين المفروض أنها دكتورة مسلمة دكتورة بنت ودكتورة ومسلمة يعني, فيش يعني بنت ودكتورة ومسلمة صحيح الدين وكل الأديان بتدعو ده مش الإسلام طبعاً. بس طبعا ما خليكيش تسعفي الراجل مم. طب الـ الـ الطب الرسالة السامية اللي إحنا بنتكلم عليه برضو ما, ما فيش صحيح طب كونك يعني سيده بالرقه والمشاعر والبتاع ما فيش فنفس القصه احنا شفنا ناس بتدعو الناس ان هي تخرج في كورونا تمشي وسط الناس عشان تصيبهم مظبوط ده جنان يعني صحيح. يعني, صحيح. يعني 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 بقول لك دول ناس مش منزوع عنهم حتى الانسانيه الإنسان. اه صحيح. يعني يعني عارف مثلا حضرتك مثلا روح لمهما مهما اختلفت الديانات مهما اختلفت الشاب الجنسيات الشاب كان اسمه مينا مينا اه مينا اه ده كان مينا فيليب اه فمينا مينا قال انا كنت مرمية والدكتوره بتسقه برجليها مفهوم واخد بالك في, في احداث الاتحاد ايوه آه. وطبعا انت عارف بقى شعاراتهم والاقباط والبتاع ومش عارف ايه وبتاع يعني ايه ايه يعني ايه ايه ف وانا مره سمعت كان عندهم نائب اسمه عمر ايه كان عن حدايا القبه والزيتون افتكر لك اسمه، كان من قيادتهم كان على طول قاعد في قطر، ما اعرفش ازاي قاعد في قطر وهو كان نائب، المهم <applause> فطلع سمعت لهم داخلة في أحداث الاتحادية يتحدث عن خروج الناس من الكنيسة للاتحادية. مم. يعني يعني كل الناس اللي جاية دي اختزلتهم في كم قبطي أيوه. عشان توحي يعني. للناس إن هي خطر. حرب دينية، خطر. وهي ما كانتش حرب دينية، خالص دي هي, دي هي يعني حاجة آه أنت عملت نظام، الناس مش عاجبها نظامك، أقباط ومسلمين ومسلمين قبل الأقباط مظبوط. أنا فاكر هو لازم باك... يلعب على الوتر بتاعه. كنت دي واحد استمارة تمرد. فكنا قاعدين على القهوة كده وبتاع فبقول له لقيته إيه؟ قال لي عندي ومصور منها كتير، فلقيته محروق قوي. فقلت له تعالى. قال لي قلت له أنت اديت الرئيس بتاعهم في في المرة التانية؟ قال لي الاولانيه أوف. قلت له مرتين قال لي أما أنا لقيته موجوع قوي قلت ده, ده يعني. فقلت له ليه؟ قال لي بقى ربنا يسامح الشيخ الجامع، قال لي ادوا الإسلام ادوا الإسلام. هو الراجل يعني يعني زي ما قلنا قعد سنه ما بناش جامع. ما احنا شفنا كان بيوقع الخمور وبقى إيه. يعني فيش بتاع الخمور حتى, حتى مره كنت كاتب عنه مقال الرئيس غير الزاهد ايامه. يعني حتى فكره الزهد اللي احنا تعرفناها على <applause> زهد ايه ده البط والحمام وبتاع كله بقى وكله والعربيات إيه؟ مره يعني الموكب تلاقي مثلا فوق ال 35 عربيه يعني عادي جدا الراجل عايش حياته وبيعزم صحابه وجماعته طيب خلينا نرجع للمشهد الاعلامي حضرتك قلت ان واحد من المتغيرات المهمه اللي ادت الى تحسن الاداء الاعلامي هو وجود الهيئات والمجالس اللي ضبطت المشهد ودي حقيقه بقى فيها على الاقل في مرجعيه ترجع م. لها عند الانحراف او السلوك او حتى عشان تاخد حقك لو انت عندك شكوى او مظلمه بعض الناس قالت لك هل وجود المجالس او الهيئات المقننه والضابطه ليها علاقه بسقف الحريه بمستوى الحريه في الاعلام ما الهيئات ما بتخشش في سقف الحريه يعني الهيئات ما لهاش علاقه بموضوع سقف الحريه الهيئات بتبص على التجاوزات وخلينا نفرق دايما بين التجاوزات وسقف الحريه تمام آه كلما كنت اكثر مهنيه كلما استطعت ان تحصل على سقف اعلى في الحريه كل كلما كنت اكثر مهنيه استطعت ان تحصل على سقف اعلى في الحريه كويس ليه مثلا انا لو بجيب خبر بيدين حد واستوثقت من الخبر ومعايا ورق ومعايا مصادر وناس لو ما حدش لي عندي حاجه هرفع السقف زي ما انا عايز مم. لكن انا لو انا يعني نص نص كده واحد قال لي كلمتين وانا ماشي مم. ومش متاكد من الكلمتين وكتبتهم ف... فدي مش مهنيه ف... ولا حريه ولا, ولا هتيجي بقى تحطها تحت بند الحريه لا واخد بالك هتبقى مشكلة صح ف... فدي طبعا يعني كارثة من ال... من ال... من الكوارث فالهيئات ما نقدرش نقول ان الهيئات ضد الحرية لكن الفكرة كلها التجاوزات اللي هي اللي هي غير مهنية هي اللي بتؤدي للمشاكل وهي اللي بتخلي يعني يعني وصف حضرتك لما قلت ان مصر في 13 في 2013 الاعلام كان انا اقول عبر بشجاعة عن اوجاع المصريين صحيح. يعني كان ممكن يخاف لان كان الارهاب النظام وقتها الارهاب كان شغال والناس كانوا بيقفوا على المدينه هنا وبتاع صح واحنا مثلا في جريده الوطن حرقوا الجريده مرتين مظبوط لكن الناس عبرت بشجاعه لكن الناس ما خلقتش ثوره ما خلقتش وضع مش موجود يا الصحفيين او الاعلاميين يعني صح لو نقلوا الوضع عبروا موجود. بشجاعه صح. يعني حتى دايما لما كانوا الاخوان يقول لك الثوره مش هتخرج خارج استديوهات مدينه الانتاج الاعلامي فقول لما احنا مثلا نقول ان المرور زحمه أو إن البنزين مفيش بنزين وإن الكهرباء بتقطع، لو إحنا بنقول كده والناس ما عندهاش المشكلة دي، الناس مش هتصدقنا. ده كلام مظبوط. لكن إحنا بنقول والناس مصدقانا لأن موجودة الأزمة موجودة. صح. آه المهم فده الإخوان، ال 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 هما طبعًا الهيئات ال ال بقى ما زي ما بقول لك هي الهيئات آه ما ضربتش ال ال الحرية لكن هي أكدت على المهنية. والشيء بالشيء يذكر ونتذكر دائمًا بالخير ال استاذ مكرم محمد آه احمد طبعاً. اللي هو اول رئيس للمجلس طبعاً. الاعلى للاعلام بصراحه بذل وجه في وقت صعب قوي في وقت صعب وخاض معارك صعبه صحيح صحيح آه. ده كلام وده راجل من المؤمنين بالحريه وال... والداعمين جد. لها جدا وانا اشهد م. من كذا مره جلسات كان هو اكثر المدافعين عن حريتنا وكمؤسسات آه. وكاعلام آه. ده كلام مظبوط آه. ناس كتير بتسال عن آه... ماسبيرو الهيئه الوطنيه للاعلام او القنوات التابعه للدوله كل الناس نفسها ان مسبيرو يعود الى سابق عهده من التالق وعنده الامكانيات وعنده من القدرات سواء من الكوادر البشريه او البنيه التحتيه. ايه اللي ينقص مسبيرو. هو مسبيلو انا تقديري ان هو بقى له برضه اكثر من سنتين من خلال البرامج الجديده اللي بست فيه التاسعه واعاده تطوير صباح الخير يا مصر وبعض البرامج الثاني بقى عندك شكل متشاف يعني مم. وانا دايما نتذكر بالخير اخونا وائل أبراشي ربنا يشفيه آه يعني طبعا ويرجع لنا واللي جه أه بعديه الاعلامي طبعا يوسف الحسيني لكن أه انا فاكر ان مثلا كذا يعني طلعت معاه فكنت قابل ناس كتير او ناس كتير اتكلمني يعني يعني رجع تاني الناس تشوفه ورجع تاني فيه ورجع تاني فيه اعلانات فده كان نموذج كويس للنجاح المفروض بقى يتبني يتكرر. عليه بشكل معين يعني يتكرر بشكل معين ويتبني عليه بشكل معين صحيح صحيح بسفيرو بصراحه لكن مسبيرو سيظل هو ال... هو اساس الاعلام طبعا طبعا هو الاكثر قدره على خروج كوادر اعلاميه يعني كل الكوادر الاعلاميه وحركات من كلنا بسفيرو طبعا آه. طبعا طبع. آه. فمسبيرو ده تراث وعنده كنز ارشيفي وكنز تراثي كبير وعنده كوادر كبيره محتاج بس يعني شويه اراده وزي ما قلنا نكرر النماذج الناجحه وان شاء الله الامور تمشي فيه كويس يعني. الملف الصعب الحقيقه انا عارف هو طبعا بسبب خلفيتك الصحفيه فانا عارف ان له شجون في نفسك يعني. الصحافه الورقيه المسؤولين عنها بيعفروا لابقائها على قيد الحياه؟ اكيد طبعا لان هي هي موجوده مش بقوتها طبعا اللي كانت موجوده عليها ما يقدر يقول كده ولا بتاثيرها اللي كانت موجوده عليه لكن ما زالت هي الاكثر مصداقيه من السوشيال اكثر مصداقيه اكثر مصداقيه اه انت ما زلت تقدر دلوقتي تجيب ورقه جورنال وتقول له واحد يعني جورنال نشر كذا لكن صعب تجيب له خبر من الموقع تقول له الموقع نشر كذا <applause> صح ودي ظاهره موجوده في يعني في كل العالم اللي هي فكره ان الديجيتال او الاعلام الحديث اقل مصداقيه من يعني انا ممكن لو حضرتك النهارده كتبنا خبر في الجرنان حركت تقول الخبر ده كتب منشور في كذا وخلاص صح الموقع ممكن مجرد ما الخبر يتنشر بعد دقيقه يتحذف يعني عندك او يتغير او اي حاجه عندك حق فالياته مختلفه لكن طبعا الشباب بس تظل بس تظل الصحافه الورقيه في ازمه كبيره اه طبعا الشباب اكثر اقبالا على المواقع طبعاً. بس احنا حتى المواقع انتخبنا في المواقع يعني دلوقتي مثلا هو انتوا ليه انا كويس حضرتك ذكرت النقطه دي يا استاذ محمود ليه بتف... بنفرق او بتفرقوا ما بين الموقع الالكتروني للصحيفه والصحيفه م. نفسها يعني ليه دايما بيقول لك الصحافه الورقيه في ازمه طب وانتوا ليه مش معتبرين ان الموقع الالكتروني هو الصحيفه بس مش ورقي يعني النجاح ده ينسب للمؤسسه آه يعني آه موقع ما... الوطن آه. ليه حضرتك بتفرقوا عن الـ الـ الورق لا انا مفروش عن الورق مش احنا في كده. نهايه مؤسسه بس. بتطلع الوطن الورقي وبتطلع موقع الوطن الاخباري وبتطلع موقع الوان وموقع هنا طبعا. وموقع الوطن الرياضي يعني فبالتالي النجاح بيصب في آه المؤسسه لكن لا يعني انا اقدر اقول لك ان احنا بس عايز اقول لك ان احنا كمان اتنقلنا خطوه كمان يعني ان ممكن الناس ما تبقاش واخدة بالها منها بس مم. احنا الاول مثلا كنا بنتكلم على ورقي بعد آه. كنا بنتكلم على موقع احنا آه. يعني دلوقتي بنتكلم على سوشيال ميديا احنا بنتكلم على خدمة خدمة مباشرة بقدمها لك على صفحة الفيسبوك صح لايف بقى وفيديو جراف وبتاع مزبوط. ب... ده, ده ده يعني ايه بعيدا كمان حتى عن الموقع يعني صح. يعني الامور اتطورت يعني تفاعل بقى في تفاعل اه يعني عدد ال... 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 ودلوقتي المهنة الحدود انا لسه كنت في مؤتمر في كلية اعلام جامعة القاهرة من يومين وقلت الكلام ده الحدود والفواصل بين المهنه ما بقتش موجوده يعني يعني حضرتك في الوقت اللي بتكلمني فيه في دلوقتي زملاء في الوطن مذيعين ومونتير مونتاج ومصورين صح. الكلام ده لو كنت حضرتك ما في دلوقتي من... تلفزيون الوطن اه ما ما لو حضرتك بتكلمني مثلا من كام سنه تقول لي اقول لك لا ده الكلام ده في التلفزيون مش مش صح. عندنا ف وفي صحفيين يعني يعني كل بزلوط. ده ما عشان كده بقول لحضرتك انه الناس اللي دايما طول الوقت عايزه تهجم على الصحافه الورقيه وتخلص عليها قصد انها تعمل الفصل ده حضرتك محق ان ما فيش فواصل دلوقتي لا لا ما فيش فواصل ما فيش فواصل وبعدين حتى برضه بعض الناس بتعتقد ان الاعلام مهنه هتنتهي مم. الاعلام مهنه مش هتنتهي لان الاعلام الوسيله هتتغير لكن الاعلام مش هينتهي لان الناس هتنيها محتاجه اخبار مليون في المية ومحتاجه ترفيه ومحتاجه تثقيف اللي هي وظائف الاعلام فطول ما هي الناس محتاجه الحاجات دي اطلعها لك بقى على الموبايل، اطلعها لك على الفيسبوك، أطلع لك على الموقع، اطلع لك في جرنان ورقي، اطلع لك في التلفزيون على شاشه بتاع يعني الوسيله تختلف، لكن في النهايه المنتج مع مين اللي هيعمله؟ ما اللي هيعمله يعني الناس مصبوح. اللي هي شغاله في الاعلام، فطبعا الاعلام مهنه مش هتنتهي لان يعني ما زال ليها احتياج. صحيح. ظاهره امتلاك رجال اعمال لقنوات خاصه انت معاها ولا شايف انها كانت بتعمل نوع من انواع الحسابات والمصالح الاكثر في الاعلام بص في المجمل ما تقدرش تحكم عليها حكم قاطع يعني لان في ناس كده وفي ناس كده ما اقدرش اقول لك إن, ان في في يعني كده وكده لكن في ناس طبعا استغلوها لمصالحهم وفي ناس كان عندهم رغبه لاي سبب ما إن حتى هو لو ربح ولا الخاص ده جزء آه منه ربحي ما هي المشكله في كده ان هو عدد قنوات قليله اللي قدرت ان هي تربح يعني صح. عدد قنوات قليله هي اللي قدرت تربح فهي المشكله في كده لان هو الاعلام برضو فيه مش مش, مش مش مصنع ومش تجاره ايه. يعني فيه نداها كده يعني فيه صح. واحد يبقى ايه انت طبعا فاهمني يعني. جدا اه يعني في واحد يبقى عنده مثلا مزاج ان يبقى في اعلام بشكل معين صح. بحاجه معينه فيقول لك ماشي اوكي حتى لو بيكسبش حتى لو ما بيكسبش اه يعني جزء يقول لك يعني في واحد يعتبرها يعني رساله في المجتمع صح وفي واحد يقول لك انا يا سيدي عايز الافكار دي انا عايز اعملها او واحد ثالث يقول لك لا والله انا عايز مصالحي وبتاع يعني بعض مزبوط. الناس مثلا مزبوط. آآ خلينا نعترف ان بعض الناس عملوا فضائيات قال لك انا بدل ما بعمل اعلانات في كل الدنيا ما انا اعملها في قناتي وخلاص ويبقى صح بتاع. في ناس وفي ناس قالت لك تبقى ظهيري دافع عني وفي ناس قالت لك ظهيري دافع عني آآ وفي ناس <applause> كمان قالت لك انا هعمل الـ الـ البرامج كلها برامج مدفوعه وهبيع هوا يعني ودي كارثه من الكوارث صحيح فكل ده موجود لكن ما تقدرش تعمم يعني تمام فكرة الإعلام الإلكتروني إلى أي مدى أنت شايف إنه في ضوابط الإعلام اللي إحنا بنحرص عليها قدر الإمكان في وسائل الإعلام التقليدية؟ آه، الإعلام الإلكتروني بقى بيختلف لأن آلياته بتختلف هو مم. أسرع وهو ما أنت فاكر زمان أساتذتنا لما علمونا زمان قال لك المعادلة الصعبة جدا ما بين السرعة والدقة. آه ال 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 يعني يعني مثلا انت انت لما او احنا لما كنا شغالين في الورقي فكان عندك مثلا ممكن من 10 الصبح ولا حتى من 2 بالليل لو الطبعه الثانيه ولا الثالثه مشيت لحد ثاني يوم الساعه 5 انك تتاكد من الخبر مظبوط واخد بالك دلوقتي ما فيش انت كل الناس وقت. على الهوا فطبعا الاعلام الالكتروني فيه سرعه ما انا عشان كده سالت هل السباق المحموم في السرعه ده جه على الدقه والمصداقيه اه احيانا جه على الدقه طبعا واحيانا جه على المصداقيه لانه في ناس وطبعا الخطر الاخطر هو موضوع السوشيال ميديا في ناس خدت آه من السوشيال طبعاً. ميديا وبقت ترمي يعني و و ودايما نقول ده راجل في في جمله بقت مشهوره في المواقع قعدت مشهوره لفتره طويله ذكرت مواقع ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي صح او كشفت وسائل التواصل الاجتماعي يعني دي مش وسائل انت اعتبرها مصدر ده مش مصدر, مصدر يعني اعتبرها مصدر اه يعني فاهم الموضوع صحيح. مش مصدر لكن مم. الناس حولوها مصدر وعملوها وسائل التواصل الاجتماعي ده انطباع يعني انا اطلع اقول والله صحيح, آه صحيح مش عارف مين ده في بعض المواقع وانا مش عارف دي الحقيقه آلية انا مش مع انتشارها قوي فكره انه قال لك انا ما عنديش مشكله زي ما حضرتك قلت من شويه بعض المواقع تنزل الخبر وبعد خمس دقائق تلاقيه مش موجود ويا اما ما يقولوش ويحذفوه بس يا اما يقول لك والله يتأكد أن انا عدم جديه او كذا ففي ناس بتلجا الى التسرع بقى مش السرعه التسرع آه. ويقول لك انا عندي الـ 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 خط الامان بتاعي ان انا احذفه او اقول انه تاكدنا من عدم صدقه اه طبعا دي دي كارثه يعني دي حصلت كتير بقى اكتر حاجه انا بتأذى منها في هذا الامر ان هو موضوع اعلان وفاه شخص اه, آه طبعا. يعني كارثه ودي حصل كتير مع فنانين كبار ومسؤولين كبار مظبوط <applause> وانا و... 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 بعتبر ان دي صب في جبين الصحافه ان يبقى يعني وسائل التواصل آه. ماشي لكن في اه مواقع وللاسف برضه بعض المواقع يعني غلطوا مثلا في المرحومه مدام دلال عبد العزيز وكتبوا ان هي ماتت قبل ما تموت وبعدين برروا ده ان بعض الفنانين كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي <تصفيق> واحنا <تصفيق> متعلمين دايما ان انت خبر الوفاه ده لا بتاخده من قريب درجه اولى او بتاخده من الطبيب المعالج لا، احنا اتعلمنا لا في الجنازه اه. تشوف آه بعينك ايوه آه. ف ف, ف كانت صعبه يعني ان انت تاخد من و... من وسائل التواصل او صفحات الفيسبوك مجرد يعني ممكن الفنان يغلط بس الفنان ده في النهايه على صفحته كام الف واحد مزبوط. لكن انت كموقع وملايين ولك و... 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 انت تتخيل الخبر يعني طبعا صداع على الشخص ولو الشخص عيان ماشي طبعًا مفيش مشكلة على أهله على أهله وقرايبه والناس والناس يعني طبعا موضوع صعب جدا يعني صحيح طيب عشان وقتي في الملفين التانيين هناخدهم كعناوين صغيرة آه الملفين اللي حضرتك مسؤول عنهم فكرة الثقافة والآثار على مستوى الآثار أنا ما انه مفيش حد هيختلف على أن في طفرة كبيرة جدا جدا في اهتمام الدولة بالآثار مرورا بالتطوير والتحديث والاصلاح اللي بيحصل تقريبا في كل متاحفنا شفنا متحف الحضاره وجماله وروعته في التطوير والتحديث اللي حصل فيه شفنا المشهد الرائع بتاع نقل المومياوات موكب نقل المومياوات شفنا طبعا الحدث العالمي الكبير بتاع افتتاح الكباش ثم كلنا في انتظار الحدث الاكبر وافتتاح المتحف القومي المصري الكبير فانا شايف انه الاثار يعني ما تحفظات قوي على ما يحدث فيها بالعكس ده احنا شايفين انه اخطاء الماضي بيتم تداركها الان يعني طبعا الاثار احنا ما ينفعش نكون غير ناجحين في الاثار مم. يعني يعني تبقى عيب علينا تبقى كارثه طبعا صح. يعني انت عندك ثلث اثار العالم ما ينفعش تبقى غير انك تبقى ناجح وتبقى اه هي بس الامور كانت كورونا وقبل كورونا كانت مشاكل عندنا لكن أنا اعتقد الفتره الجايه الامور هتبقى افضل يعني مع الافتتاحات الجديده والاكتشافات الجديده احنا جبود. كل شويه بنشوف لا اليوم. وشكل تعاملنا حتى مع الاثار بقى محترم يا يعني ريت احنا كنا بنتعامل بشكل في اهمال مع اثارنا زمان مم. مم. الان في شكل حضاري راقي يعني انا اتكتب الكلام ده لي الدكتور زي حواس في مدونه امريكيه قال لك المصريون عرفوا قيمه اثارهم انت متخيل الكلمة قد ايه تفرحك بس قد ايه كمان توجعك على تعاملك السابق ما هو ياما ياما الناس لو تفتكر ياما اثار اتباعت وياما لسه لسه وزاره الداخليه مباحث عن شمس جايبين اثر مهم كان حد بزمود. يبيعه و... مش بس كده يا استاذ محمود انا المقاطعه انا زرت المتحف كان قبل الثوره بتاعت 2011 بكام شهر كان عندي زياره للمتحف مش فاكر ليه فطلبت من مدير المتحف اللي كان بيرافقني في الزياره فطلبت ان انا اخش المخزن مم. المتحف طبعا الحاجات المعروضه في القوالب الزجاجيه بس طلبت ان اخش المخزن عشان اشوف عندنا رصيد قد ايه من التخزين ازاي مش عايز اقول لك والله صدمت لو بخزن خضار وفاكهه <applause> كان كان هيخزنوا بشكل حاجات مرميه فوق بعضها مطربه لا محطوطه في صناديق ولا متفرزه ولا محطوطه بقول لك تمازين فوق بعضها برديات مرميه في شوله مش عارف ايه حاجات كده فقلت له ايه ده؟ فقال لي ما هو لما بنطلع بقى بنفرز وبننظف وبتاع قلت له بتنظف ايه ده انت بقول لك لو مشون كراكيبك في البيت هتشونها بشكل الطف <applause> من كده فالحقيقه الكلمه الامريكيه في المدونه دي كانت صادقه احنا اصبحنا الان في عهد نحترم فيه ونقدر فيه قيمة آثاره. هي طبعا الثقافة الشعبية يعني اتغيرت آه. ناحية الموضوع والناس خلاص حست إن يعني ال ال متحف الحضارة عدد كبير من المصريين بيروحوه. آه في, في النهاية تطور مهم يعني. جدا. يبقى فيه ناس مصريين بيتابعوا الآثار، أنت عارف إحنا كنا دايماً مشهورين إن إن المصريين أخر ناس بيروحوا صح. الأماكن الأثرية. لا في ارقام ممتازه حياة عن زيارات طلبه جامعه ومدارس مدارس للمتحف لا غير الرحلات اللي هي المنظمه حتى كافراد في عدد كبير الدكتور مصطفى الوزيري قال ان في يعني عدد كبير المصريين أخيراً ملف الثقافة، طبعاً هو ملف كبير وطويل وعريض، بس في في محاولات بتحصل يعني حتى وزارة الثقافة عاملة بعض المبادرات زي مبادرة الكشك اللي هو عبارة عن آه آه المكتبة الصغيرة اللي موجودة في القرى آه آه في رجوع تاني لفكرة إحياء وتفعيل قصور الثقافة عشان الفن يوصل لكل المحافظات. هو مشوار طويل بس أنا شايف إن في خطوات جيدة بتحصل. يعني طبعا من اهم الحاجات الصعبه في في البلد بعد الانجازات الضخمه الكبيره اللي احنا شايفينها في كل اماكن مصر او في كل متر في مصر تقريبا بقى فيه تنميه. بقت قضيه الوعي هي القضيه صح. الاصعب لان الوعي ده محتاج تراكم ومحتاج يعني جهد فكري ومحتاج تنسيق بين المؤسسات. ودايما اقول ان ده محتاج يعني شغل من المؤسسات الدينيه ومؤسسات التعليم والشباب طبعا والثقافه صحيح. وال... وال... والاعلام فالثقافه طبعا يعني شغلها مؤثر جدا في هذا الامر وال... ومحتاجين يبقى في كل المحافظات مسارح وفي كل المحافظات قصور ثقافه وندوات و... لانك انت بتواجه معركه وعي معركه صعبه مم. مع ناس مستهدفه مصر تقريبا 24 ساعه اموال كبيره بتضخ في هذا الامر و... واقدر اقول ان ان انت محتاج تبني ثقافه عند الناس ت... يقدروا يحافظوا بيها على هذه الانجازات انت 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 آه انا بالصدفه كده زرت العاصمه الاداريه الاسبوع اللي فات ف... او مش بالصدفه هي يعني الحكايه ان واحد صديقي كان في الخليج فجي في الصيف فقال له محمود انت بتروح العاصمه الاداريه؟ قلت له آه بروح لما يكون في ايفينت وبتاع. قال لي لا انا عايزك تروح تزور العاصمه الاداريه. فقلت له لي قال لي دي حاجه خلي بالك ده راجع من الخليج يعني مم. يعني ده يعني ده شغال في الخليج المصري؟ اه قال لي انا رحتها مرتين. دي حاجه قلت له يعني رحت قال لي رحت بس بصيت عليها كده مش مفيش يعني اي حاجه. آه. فالمهم رحت الاسبوع اللي فات خدت اخويا ورحت كده وبصيت عليها لا حاجه فعلا تدعوك للفخر. خلي بالك العاصمه الاداريه دي اللي هي برضو قوبلت بموجه من الرفض وانا بحيي الدكتور اسامه الغزالي حرب لانه كان رافضها في الاول ومن ست شهور كده كتب مقال في الارام قال لا ده مشروع كويس وتراجع عن رايه فعنده شجاعه العدول ف فدي كان مشروع الناس رافضاه في الاول فدلوقتي بقى مشروع لما تشوف الوزارات المصريه كلها في مكان واحد لما تشوف مجلس النواب تشوف... حي رجال اعمال لما تشوف مساجد الشهداء لما تشوف الكادرائية لما تشوف مسجد مصر اللي لا لا حاجات لما تشوف بقى الحاجات المباني وشكلها اللي هي السكن فعلا لا فعلا نقله يعني يعني فعلا نقله وانا نفسي ان الجامعات والمدارس ينظموا زيارات للعاصمه الاداريه العاصمه الاداريه هي التاج او التدويج لكل الانجازات اللي بتحصل في مصر صح بالك وفيها بقى آه حاجات لل لل, لل... إن هي تبقى يعني بشكل ديجيتال ما فيش بقى الناس مزهور. مش هتروح بورقها وبتاع و... آه وال والمونوريل انا المونوريلي. في رايي انها حلم الجمهوريه الجديده يعني هي اه لا يعني يعني فعلا لو الجامعات والمدارس نظموا رحلات ل للعاصمه الاداريه بس لما تكتمل شويه هي هي يعني هناك دلوقتي تروح تشوف مزارات تشوف البتاع مظبوط ااا آه حاجه كويسه او حاجه فعلا المفروض تدعو كل مصر يعني في خلال الربع الثاني من 2022 في ملامح كتير هتظهر اه يعني رايي ان احنا محتاجين الناس والشباب بالذات يشوفوا الحلم ده لانه آه انا متاكد وانا قابلت ناس كتير من خمس سنين ولا مم. لما كنا أول الاربع سنين لما كانوا الكلام على العاصمه الاداريه وانت شفت بقى كم الشعات اللي طلعت وأصلها هيلغوا القاهره ويعملوا عاصمه اداريه والفلوس منين والبلد هتخرب والاقتصاد هيقع والبتا... وكل الافلام دي طلعت غلط والحقيقه اللي على الارض دلوقتي ان القاهره القديمه اتطورت تطور مذهل مظبوط وان العاصمه الاداريه اتبنت وان هي اه ودي ما خدتش من دي ودي ما خدتش من دي ولا خدت من ميزانيه الدوله صحيح. لا بالعكس ده هي رفعت قيمه الاراضي سواء في العاصمه الاداريه او في اه المدن اللي حواليها او صحيح. الاماكن اللي حواليها رفعت قيمه الاراضي واعتقد حققت عائدات للدوله اه انا يعني اقدر اقول لك مثلا ان الرئيس لما 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 طرح العاصمه الاداريه المطورين ما كانوش متحمسين أيوة مطورين صح ده هم بعد كده يعني هو كان سابقهم مظبوط هم بعد كده دلوقتي بقى يجروا عشان ياخدوا يقولك في العاصمه الاداريه لك اه لا وبيجروا ياخدوا وبالعكس الدوله يعني برضو من الحاجات اللي عجباني في اداره الموضوع ان الدوله بتطرح اماكن وبعدين تقفل شويه وبعدين تطرح اماكن تانية في السعر آه. يعني، ناس تقول لك طب ما هو ده مش هيسكن فيه الفقراء ومش عايد على الفقراء، اكيد الفقراء الفقراء هيستفيدوا من وجود عاصمه جديده فيها خدمات، فيها وزارات، صح. فيها بتاع، فيها حاجة والفلوس اللي بيدفعها الاغنياء في الوحدات دي هي اللي بتروح تتصرف هي على بتروح خدمات هي بتروح تتصرف الفقرة. على خدمات وهي اللي بتتصرف على حاجات كتيره يعني من اهم المشروعات اللي حصل في الدوله من وجهه نظري. البسيطه يعني فكره الاماكن غير الامنه اللي تم تبديلها طبعا باماكن كويسه طبعا يعني يعني الناس دي كانت عايشه انا عايز الناس الحقيقه تروح تشوف الحاجات دي لانه حتى مشاهدات التلفزيون رغم انها مفيده بس راي العين انا رحت شفت الحقيقه لما الأصمرات شفت الاسمارات اه الاسمارات مشروعيه انا تخضيت سيبك من الجوده والرقي والـ والـ والمستوى اللي فيه الحد الادنى من العيش الكريم المحترم ضخامه يا استاذ انا اتخضيت هم اتبنت العمارات دي كلها امتى؟ الوحوش الاسمنتيه اللي بالالاف دي اتعملت امتى؟ لا فالحقيقه لازم الناس تعرف قيمه وحجم اللي اتعمل انا يعني طبعا زي بالظبط غيط العنب في البنى البنى حاجه جميله جدا لكن انا من لازم واقف مثلا ناحيه حتى اسامي الحاجات يعني انت بقى من عزبه ابو قرن مش عارف من <applause> مش عارف ايه بتاع ايه بتاع ليه اسامي الناس الامل الاسمرات البشاير الحاجه الثانيه انا اعتقد ان ان في نقله كمان اجتماعيه وثقافيه طبعًا. يعني 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 امراض انا بتكلم عن الامراض الاجتماعيه مش امراض صحيه الامراض اللي كانت موجوده في مثل هذه المناطق اللي كان فيها اهلنا اكيد لما اتغيرت هذه الظواهر اللي كنا بنشوفها في الشكل الاجتماعي على السلوك وعلى الثقافه وعلى الوعي قولا ان شاء وحيد. الله استاذ محمود شرفتني ونورتني الله يخليك دكتور محمود معلش لسه بقى عليها ده فشرفني الدكتور آه. محمود والاستاذ محمود والكابتن محمود في آه الجزء الاول من الحوار انا بس نسيت اقول لك كان اسمه عمرو زكي كان النائب بتاع الاخوان عمرو زكي عملي ولا عمرو دراج لا عمرو زكي غير عمرو عمرو دراج كان في امبابه لكن عمرو زكي ده كان في عدل القبه وزكي اه ونسيت آه. اقول لكم انا موسوعه <applause> في التقسيم الانتخابي <applause> شرفت ونورت الله <applause> وطبعا بخلاف صداقتنا عشان <applause> <applause> انا دايما <applause> بسعد بتواجدك معنا في <applause> البرنامج وبحوار معاك شرفت ونورت وان شاء الله نلتقي قريبا خلصت حلقتنا بس قبل ما تخلص الحلقه عايز اطلع حضراتكم بس على تطور مهم فيما يتعلق بالقضيه المثيره للجدل اعلاميا والمعروفه باسم حادث الشيخ زايد. النيابه العامه اصدرت بيان عاجل منذ قليل ذكر فيه ان, أن النائب العام امر بحبس متهمين انتحلا صفه عضوين بالنيابه العامه للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين اخرين. حيث تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد التي أحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة. الشكوى جاءت متضمنة تقديمه مقطع تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حال إجرائها للمعاينة. ثم فوجئ صباح يوم الثالث عشر من ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه ثم تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الشكوى حيث قدم الشاكي للنيابة العامة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حال حضورهم لمسكنه وتعرف على اثنين منهم كانا متواجدين بسرايا النيابة وقت التحقيق فامرت النيابه العامه بإلقاء القبض عليهما. وسألت النيابه العامه افراد الامن بمحل سكن الشاكي فقرروا ذات المضمون للاقوال. واوضحوا ان المتهمين الاربعه دخلوا الى المجمع السكني محل الواقعه متجهين نحو منزل الشاكي مباشره. ثم حال عبورهم بوابه الخروج اعترضهم احد افراد الامن لسؤالهم عن تحقيق الشخصيه فنهره احدهم احدهم واخبره بصفته المنتحله. وتمكنوا بذلك من الخروج وقدم افراد الامن مقطعين فيديو صورتهما الات المراقبه لدخول المتهمين وخروجهم وباستجواب النيابه العامه للمتهمين المضبوطين رفضا الاجابه عما نسب اليهما من اتهام وتبين انهما محاميان احدهما موكل للدفاع عن المتهم كريم الهواري في واقعه الحادث وادعيا شعورهما بالاعياء فقررت النيابه العامه عرضهما على احد المستشفيات وكلفت جهات الشرطه بالتحري حول الواقعه فتوصلت لصحه انتحالهما واخرين بمحل الواقعه صفه اعضاء بالنيابه العامه. وباعاده النيابه العامه استجواب المتهمين بعد ان ثبت بالتقارير الطبيه انهما لا لا يعانيان من اي امراض وان العلامات الحيويه لكل منهما سليمه والحاله العامه مستقره ولا تستدعي الحجز بالمستشفى اقر بتواجدهما بمحل الواقعه على نحو ما قرر الشاكي. وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان وحددا أسماء المتهمين الآخرين بينما أنكر ما نسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وضبط المتهمين الآخرين لاستجوابهما وجاري استكمال التحقيقات ده البيان العاجل اللي صدر منذ لحظات من مكتب السيد النائب العام فيما يتعلق بالقضيه المعروفه اعلاميا باسم حادث الشيخ زايد والحقيقه انا النهارده وامبارح تحديدا ما كنتش بكلم حضراتكم عن هذه الواقعه لسبب لانه الكلام فيها كتير والسوشيال ميديا متدخل بشكل فج الحقيقه في الحديث عن الموضوع وكنت بشوف كيف تسير التحقيقات بس حقيقه بعد البيان ده وبعد الاجراءات اللي خدتها النيابه خلال اليومين اللي فاتوا انا بقول لكم اطمنوا انتم في بلد محترم يحترم فيه القانون دون النظر الى اسماء المتهمين